بدائل أخرى في تونس. لنقاش هالموضوع وما سيتفرع عنه وللتفاعل طبعا يحضر معايا اليوم تباعا ليلى الرياحي عن منصة بدائل، مرحبا بك. وائل نوار، عضو مؤسس في مجموعة قاوم من أجل بديل اشتراكي، مرحبا بك. والأستاذ علم الاجتماع منير سعيداني، مرحبا بك، عن المركز البحوث والدراسات الاجتماعية. باحث سوسيولوجي من مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية سيريس، مرحبا بك، شرفتنا بحضورك. باش نبدأ معاك أستاذ، نحاولوا يعني مش نطرح سؤال فلسفي في الحقيقة، ولكن ننطلق من 25 جويلية. 25 جويلية 2021 جاء في سياق يعني وكأننا كنا نمشيوا على أرض من الرمال المتحركة، ما نش عارفين على رواحنا قاعدين نقدموا ولا قاعدين نغرقوا. جاءت 25 جويلية واعدة ببدائل على عدة مستويات. سؤالي أستاذ، هل ونحكيه على اليوم طبعا وليس على لحظة 25 جويلية 2021، هل يمكن اليوم أن اعتبار أنه 25 جويلية هو استجابة لهذه النداءات، لهذه الأصوات التي تعالت الرافضة للواقع الغاضبة عن الواقع وعن ما آلت إليه الأمور وعن طبقة سياسية برمتها؟ هل مثل 25 جويلية كي ننظروا له اليوم بعد عام ونص، هل مثل استجابة لهذه الأصوات، وهل يمكن اعتباره بديلا عن ما كان موجود؟ شكرا. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا للدعوة وشكرا للموضوع، لأنه في اعتقادي أنه مهم، وشكرا خاصة لإتاحة الفرصة أن نفكر من منطلقات مختلفة، ونحاول نكون يعني أقرب ما أمكن للاختصاص وللأسئلة اللي نوضعها في الاختصاص متاعنا. الحقيقة السؤال متاعك دقيق، ولذلك يحتاج يمكن إلى بعض التفصيل، وفيه شوية تركيب، لأنه تتحدث على أنه استجابة وهو في نفس الوقت بديل ولا لا، هذا فيه شوية تركيب، ولكن أيضا فيه نوع من الضمنيات، يعني حاجة مخبية في وسطه، وإحنا خدمتنا هي اللي خرج الضمنيات والحاجة المسكرة خرجها وكذا. بهذه فكرة أنه استجابة، هي عادة الكلام هذا يتقال بعد ما يتعمل شيء، بعد ما تتعمل حركة سياسية، بعد ما يتعمل إنجاز سياسي بين ظفرين، بعد ما تتعمل خطوة تظهر فيها قوة سياسية أو حتى شخص، على أساس أنه هو سجل نقاط ضد المجموعات اللي هي تنافس فيها أو شيء من القبيل هذا. يعني حبيت نقول أنه ذاك اللي يسميه خطاب ما بعدي، وبما أنه خطاب ما بعدي هو خطاب تبريري، يعني نوليون نصور به الأشياء على أساس ما هو واقع الآن، مش على أساس وقته. أنا وجهة نظري الأولى كانت أنه ما حدث هو انقلاب بكل بساطة، والانقلاب هذا عنده مواصفات، سميته انقلاب قصري في معنى أنه هو انقلاب داخل منظومة السلطة في حد ذاتها. لويش هو قدم روحه على أساس أنه استجابة؟ لأنه مع أنه انقلاب كان قاري السياق السياسي وفاهم اللي هو متأزم في معنى أنه غير معاش قادر على أنه يواصل بنفس الطريق. فكرة البديل إذن موجودة، أنا بديل لما هو كان موجود، ولكن ما هو كان موجود كان يقدم على أساس أنه هو فيه السمات التي تبرر السلوك السياسي الذي حدث في 25. هذا من جانب آخر، هذه فكرة الاستجابة. علاش أنا قلت فيها يعني نوع من التبرير لما بعدي؟ لأنه في الحقيقة ولا واحد عايت للسيدة ذي باش يحل المشاكل اللي كانت موجودة، ما فماش حتى واحد توجه له بطلب هكا واضح. ولذلك أنا قلت، كتبت 3 أو 4 نصوص على 25، وقلت أنه فما استغلال للحظة السياسية ومحاولة فض تناقضات تركزت وقتها في تلك النقطة. شنو ما التناقضات اللي كانوا موجود؟ كان موجود عندك برلمان، باش نستعملوا كلام هادئ شويه هكا، يوم تربي شويه عاجز وغير قادر على انه يفعل،
والرصيد السياسي متاعه انتهى، علاقات سياسية ما بين مكونات البرلمان في أرذل ما أمكن من المراتب، بشكل عام حكومة أيضا عاجزة وغير قادرة على، ولكن اللي يتنساه هو أنه أيضا كنا خارجين من أزمة بدأت صحية وتحولت إلى أزمة اجتماعية وبعدين تحولت إلى أزمة سياسية. هذا الكل خلى أن الحركة متاع 25 جويلية، إذا كان نسميها حركة، أنا في بالي اللي فهم شوية مبالغة في استعمال الكلمة هذه، ولكن مثالش نستعملوها لأنه يعني تفسرنا شوية أو تسمينا شوية حاجة احنا نحبوا نسميها. الحركة هذه مكنت من أنها تحل التناقضات هذه، وقف البرلمان، إذا كل ما كان يعتبر عجزا سياسيا وقف، حل الحكومة وأمسك السلطة بيديه باش يقول أنا باش نقدم بديل إلى آخره. وأيضا من ناحية أخرى يعرف اللي فما سخط وغضب تجاه المؤسسات السياسية الموجودة، وقدم روحه على أساس أنه هو باش يعطي المرجو أو المطلوب أو شيء من هذا القبيل. هنا أنا يظهر لي إذا كان نخرج من المثال هذا بالذات ونحاول نعمه شوية التفكير ينجم يعاوننا شوية باش نفهم الأمور أكثر شوية. عادة فكرة البدائل وقت تجي كلما احتد شعور بأن هناك أزمة، بطبيعة الحال الشعور هذا ينجم يتحول إلى تحليل، ولذلك نلقاه تحليل، والتحليل نوعيتها مختلفة. ممكن يكون تحليل سياسي، يعني قوة سياسية تحلل الوضع السياسي على أساس أنه متأزم، ولكن أيضا ممكن يكون تحليل مرتبط بنوع من الخبرة أو نوع من المعرفة. ممكن يجي عالم اجتماع سياسي يقول لك نعم الوضعية كانت وضعية تأزم حقيقية، ممكن أن يجيك عالم في الاقتصاد يقول لك كان فما تأزم حقيقي. إذن خطاب الأزمة ممكن يكون خطاب سياسي، كما نجم يكون خطاب معرفي، كما نجم يكون بطبيعة الحال خطاب إيديولوجي. وعادة إذا كان تتركز الكثير من الخطابات حول مفصل معين في الحياة السياسية وتتكرر فيه كلمة أزمة، وقتها تولي فما نوع من الحاجة إلى وجود بديل. ولكن باش نضيف بعض الأفكار الأخرى اللي ممكن تساعدنا شوية باش نفهمه، يعني اللي وقع قبل 25 جويلية هو اللي وقع في 25 جويلية هو نوع من الحركة قلنا، اللي هي أتت من أساسا قوة سياسية غير واضحة المعالم، مع أنها موجودة في أعلى هرم السلطة، وهذا هو اللي يعطاها قوة أنها هي تنفذ نوع من البرنامج. ولكن إذا كانت تحب تعرف شنية القوة السياسية هذه، شنو هويتها، الحقيقة ما عندكش إجابات كبيرة، عندك افتراضات. هذاك علاش العباد يتكلموا على الشعبوية، والناس يتكلموا على نوع من المحافظة جديدة، والناس يقولوا اللي هو يعني رئيس الدولة بحد ذاته ينتمي إلى مش عارف وكان قبل كذا إلى آخره. يعني حتى التوصيف السياسي متاع الهوية السياسية متاع اللي ماسك بالسلطة مش واضح، وهذا يخلي فكرة البديل تولي ضعيفة. ضعيفة علاش؟ على خاطر فكرة البديل مربوطة قبل، معروفة في هذه نوع من التقليد في تحليل علم الاجتماع السياسي كنحبه، فكرة البديل دائما مربوطة بهوية واضحة. خلنا نرجع حتى لتونس شوية مثلا، وقتش بدأ فم حديث على بديل في تاريخ تونس المعاصر، يعني متاع الدولة ما بعد الاستعمارية؟ أول شيء بدأ يظهر مع الحركات اليسارية، بديل الاشتراكية هي الحل، قال كذا يلزم نحلو كذا، نعنا ثورة اشتراكية باش نعملو كذا. تلقاها هذه في الأدبيات متاع برسبكتيف، تلقاها في الأدبيات متاع العمل التونسي، تلقاها في الأدبيات متاع الشعلة، تلقاها في الأدبيات متاع القوى السياسية الأخرى، الكل تقدم في روح على أساس أن هي عندها بديل. هذا مجتمع يعني طبقي، مجتمع استغلالي، مجتمع كذا إلى خير كل ذلك الكلام، السلطة هذه سلطة غير ديمقراطية عميلة إلى خير كل ذلك الكلام، ويتقدم البديل. عندك زادة البديل الآخر اللي كان يقدم في روح على أساس أنه هو بديل إسلامي تحت العنوان الكبير اللي هو الإسلام هو الحل. به نوعية البدائل هذه شنو هويتها؟ هويتها سياسية إيديولوجية. ولكن جديد توا اللي بدأ يظهر بشكل واضح أوضح شوي هو أنه يا إما تجيك بدائل مش واضحة كما اللي قاعدين نحكي عليه، بديل نوع من البديل الشعبوي مش واضح برشا ما تفهموش، ويخدم بالإنجاز والتقييم ويزيد يقدم شوية يتحالف من هنا يخرج من غادي إلى آخره، لأنه في مسار تكويني. عندك نوع آخر متاع بدائل اللي هو هذا بدأ يكثر شوية، وهو تقليد خلينا نقوله
رأس مالي جاي من مجتمعات عندها قدرة على أن تعمل الشكل هذا اللي باش نتحدث عليه متاع إقامة البدائل اللي هو يجي من الخبراء. أو كعندك أنت بقوسين مش ديما خايب روا مش ديما خايب هاو باش نعطيك مثال اللي هو مش ديما خايب. مثلا توا فما حديث كبير وطويل وعريض وماشي ويتدقق أكثر فأكثر على بديل على المنوال التنموي، يلزمنا نعمله منوال تنموي آخر. وين تلقاها الكلمة ذي؟ تلقاها عند علماء اقتصاد، تلقاها حتى عند خبراء، تلقاها مثلا في الفوروم تونيزيان دي دخوا ايكونوميكي سوسيو اللي هو نوع من الثينك تانك إلى غيره. ولكن أيضا عندك البدائل الأخرى اللي تبنيها للثينك تانكس، ثينك تانكس بالمعنى القديم. هنا إذا كان يدخلوا لك الثينك تانكس بالقوة متاعهم، يعني عندهم الخبراء، عندهم الدنيا، عندهم كذا، وعندهم الفلوس، عندهم قدرة على التأثير، وثينك تانكس يخدموا بطريقة معقدة ومركبة بصفة اللي هما يعطيوا بدل. فأنا يظهر لي اللي احنا في تونس، باش نلخص شوية توا باش ننهي، شفتك تغزل الوقت معناها تحبني نكمل، هاني باش نكمل، نلخص شوية. احنا في تونس عندنا ثلاثة أربع سمات واضحين في فكرة البدائل. واحد، هناك تأزم واضح في الحياة السياسية في البلاد، احتمال كبير جدا أنه الانتخابات متاع 17 ما تحلوش، وإذن هناك ضرورة لوجود بديل. واحد. اثنين، فكرة البديل على حرجها الاجتماعي هي موجودة وحرجة ويلزمها تتوجد، ما هيش واضحة سياسيا، لأنه القوى السياسية كما كنا نحكي عليها ما عادش قادر على أن تعطي بدائل عامة. هناك بدائل موجودة وفاعلة ولكنها مش واضحة، والبدائل من نوع متاع الخبرة مازال ما تبناش بشكل واضح في البلاد. ثلاثة، انعدام البدائل هذه هو وضع خطير، ولكنه في نفس الوقت يمثل فرصة. يمثل فرصة علاش؟ على خاطر فما إمكانية باش نعاودوا نبنيوا فكرة البديل من جديد. وباش نعطي زوز ولا ثلاثة أمثلة صغار بشكل سريع نبينوا بهم فكرة أنه فما إمكانية باش تعطي بدائل بطريقة جديدة. كل حديث على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هذا نوع متاع بديل. كل حديث على السيادة الغذائية هذا نوع متاع بديل. كل حديث على تنويع فكرة العدالة، معش في تونس معش نقوله فكرة عدالة اجتماعية بارك، نقوله عدالة صحية وعدالة مناخية وعدالة جندرية وعدالة كذا إلى آخره. هذا يعطيك فكرة أنه ربما ما يجب الانتباه إليه هو البدائل اللي ممكن تجي من بقايع ما هيش مسيطر عليها كالعادة، اللي من نوع الأحزاب ومن نوع كذا، وممكن تجيك بدائل تكون عندها أهمية لأن تعطي أفق متاع تطور اجتماعي مهم. إذا كان فما فرصة نرجع بعد الحديث. طبعا يعطيك الصحة أستاذ. نتعدى الوائل اللي بجنبك نحكيوا على البدائل السياسية وحتى التنظيمية، لكن قبل ما نخوضوا في التجربة نتاع تأسيس نتاع قاوم، يعني وائل سؤال اللي يطرح، يعني أنت أو حتى مجموعتك السياسية على الأقل كنتوا متواجدين وواكبتوا المخاض السياسي اللي سبق 25 جويلية في الشارع أو في يعني مواطن صنع قرار الشبابي أو رد الفعل الشبابي على اللي كنا نعيش فيه عام 2021 مع حكومة هشام المشيشي. لكن وائل كنت يعني منذ البداية لم تراهن على قيس سعيد ولا على 25 جويلية، واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن أو اعتبار هذا المسار بديل جدي منذ بدايته. علاش؟ لماذا يعني تكهنتوا أو وكأنكم معناها ضعفتوا شوية من حظوظ هذا الطرح، رغم أنه لقى معناها رواج عند شرائح كبيرة من الشباب ومن غير الشباب التونسي اللي تعلقوا بهذه اللحظة وإلى اليوم ما زالوا متعلقين بها. قاعدين نشوفوا في يعني جزء هام من الرأي العام التونسي، ما نقولش أنه مطفي الضوء، ولكن لا يضع هذه المسائل التي نطرحها، التضييق على الحريات، الشروط المجحفة للانتخاب، حتى فيما يتعلق بتدهور الأمور المعيشية، وكأنه يسمح بذلك أو يتغاضى عن ذلك مقابل عدم العودة لعشرية الفشل
اللي تعدى بها الشعب التونسي؟ علاش الرفض معناها وائل القطعي لمسار 25 جويلية؟ هو في الحقيقة نحن معناها كنا من الأقلية القليلة اللي من نهار له نهار 25 جويلية قلنا هذا انقلاب وهذا معناها في نفس المنظومة الأخيرة، وتعرضنا لهجمة كبيرة متاع التنمر ومتاع السخرية ومتاع تهجمات وغيره. ولكن الحقيقة أعتقد أن ما كناش وحدنا نحسه بشيء ذا. أعتقد أنه جزء كبير من اللي دعموا قيس سعيد واللي ما زالوا يدعموا قيس سعيد يعرفوا من الداخل أنه هذاك هو قيس سعيد، مش بشعمل حتى تغيير وما هوش بديل وما هوش حل. لكن للأسف السياسة ولات تقريبا حكي شوي الأستاذ وحتى في النقاش اللي قبله ما عادش أنا مجمع القدم تاع الإيديولوجيا في الفون في الأصل في الجوهر، مع التجديد في الباقي الكل. لكن ديما فما بوصلة، فما خط، فما فكرة هي اللي تقود. ما يلزمش السياسة تدهور لين تولي تتبع الرأي العام وتتبع الناس اش تقول وما تصدمهمش. وإذا كان النهضة لازمنا ضد النهضة، ما نمشو في نمبورت كوا، نمشو في قيس سعيد، مش ما ضد النهضة. الحقيقة نحن ما كناش ننظروا للسياسة بطريقة ذيك. نحن كنا ننظروا للسياسة أنه نحن عنا مشروع، عنا بديل، نجموا نكونوا ماناش قادرين نبلوروه في تفصيل التفصيل، وفي حاجة لبرشا نقاش مع برشا ناس، في حاجة للخبراء، في حاجة للناشطين، في حاجة الناس العاديين باش نفصلوه مع بعضنا. البرنامج هذا من أفكار ومبادئ عامة إلى فهمتني برنامج حقيقي قابل معناها للتجسيد. نجموا نكونوا عنا إشكال ممكن أكبر، وهو الكلنا مشكلة احنا أنا ما نزنو حد شيء في وسط الناس، نجمناش ننقلوه الوعي اللي عنا ننقلوه للعباد. العباد مش قابلتنا، مش قابلة الأفكار متاعنا، مش قابلة تبعنا. وائل سامحني قبل ما نجي وغادي، لكن خليني معناها زادة نقولوا أنه قيس سعيد على الأقل على مستوى الخطاب قدم خطابا بديلا. هذا الرجل يبشر أصلا ببناء قاعدي وبنواميس وتقاليد جديدة للفعل السياسي، مش بديل هذا اللي يعتبر بديل؟ يعني علاش الرفض المبدئي وكأنه معناها هذا البديل إن لم يخرج من جلباب اليسار الكلاسيكي هو مرفوض منذ البداية، يعني دون أن ننتظر أو نمنحه فرصة؟ حتى كان يجي من اليسار المش كلاسيكي نقبلوه، المهم ما يجيش من اليمين، ما يجيش من المنظومة. ما فماش منظومة تعمل بديل، ما فماش الجيش والبوليس يمشي معناها هو متاع المنظومة، هو اللي يحكم في البلاد، معناها يشد الحكم بشكل جديد ويكون هو البديل. من الجمج غير ممكن. الأحديث والخطابات واللي قالوا قيس سعيد الكل والسعود الشاهق والمرأة متاع الشسن متاع الكبارية والولد اللي جاي مغادي يحمل فيه، وهذا كل حديث فارغ. هذا هو الشعبوية، الشعبوية تقول حاجة وتعمل حاجة أخرى. فقيس سعيد شنو اللي بدل؟ هاو توا بعد عام ونص من قيس سعيد شنو اللي بدل؟ عمل دستور تقريبا فهمتني معنا نفس الدستور متاع 2014، جوست صح قيس سعيد وبدل فيه النظام السياسي اللي هو ما الناس كل طالب تبديله من قبل قيس سعيد، وزاد فيه الحاجات اللي بدلهم في الدستور كل كيفاش يحكم وحده في البلاد، يخيط ويفصل وحده، الباقي كل ما بدل حتى شيء. عمل الحكومة اش عملت؟ حكومة بودن ماشية في نفس الخيارات، معناها اكزاكتومون متاع الخيارات متاع 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 الحكومة السابقة. وبالتالي نحن ما تكهناش، فهمت ايمن انت قلت كهنت وما تكهناش، ماناش نعملوا في الشعوذه. نحن تحليلنا يقول انه قيس سعيد وجه اخر من الاوجه نتاع المنظومه هذه. المنظومه هذه عندها ايديولوجيا تحكم فيها، المنظومه هذه اللي يحكم في تونس هي الكلمه اللي تخوف تاع حلقات النقاش واللي الناس كل تقول هاو القديم الاسم الكومبرادور. ايش هي الكومبرادور؟ كومبرادور معناها برجوازيه مش وطني، برجوازيه قاعده قشر، قاعده معناها تستغنى ولي فائت الراس مال الاجنبي. هذه هي الكلمه الكبيره الكل، هذوما اللي يقودوا في البلاد. هل خرج الحكم من الدائره نتاع هذا؟ ما خرجش الحكم من الدائره نتاع البرجوازيه العامله هذه. تبدل شكل الحكم وقت اللي طاح بن علي، تبدل شكل الحكم. لكن بما أن هذيك ثورة عملها الشعب افتك منها مكاسب كبير، كما مكسب الحرية السياسية ومكسب التنظم ومكسب حرية الإعلام، مكاسب مرتبطة بالحريات مش حتى بالديمقراطية، خاطر مش ديمقراطية اللي كنا فيها، وما حققش الجزاء الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبة لقيس سعيد كيف راه كما بن علي، كما معناه تبدل الشكل
نتاع المنظومة ما تبدل جوار المنظومة. لكن هذا بما أنه انقلاب داخلي من جناح نتاع المنظومة في على جناح آخر جاب نتائج أتعس، بقى نفس الخط الاقتصادي والاجتماعي. والحقيقة حتى على مستوى المكاسب اللي جابتها الثورة معناها عصف بها قيس سعيد أو هو آخذ في في العصف بها. ولو أنه أنا حبيت نحكي أكثر على البدائل منه نقعد نرجع نحلوا في الوضع، اللي متأكد أنه اليوم بعد عام ونص قيس سعيد الناس كل ولت تحلل في تحليل قريب البعض، معناها تقييم اليوم قيس سعيد قعد تبع فيه في البلاد كان المهبول أخوه، معناها حتى الأنصار متاعه معناها ما عادش يتبعوا فيه، حتى الأحزاب السياسية اللي دعمته ولات أميل أن تتموقع منها أن تحكي على مشروع الرئيس، وكل واحد يقول أنا رانا هذه فرصة تخلصنا منها من النهضة، هذه راه هو باب تحل إلى آخره. يعني مشروع قيس سعيد، برنامج قيس سعيد اليوم ما عادش فما حاجة اسمها بديل يقدمه قيس سعيد حتى عند الناس، ما عادش فما. معناها قبل بعد 25 جولي مباشرة تقول قيس سعيد تنقد والحاجة الناس تدور عليك، توا الناس ما عادش فالحاجة ما زالت تحرك في الناس توا هي التخويف. أنا باش نرجع للنهضة، أنا باش نرجع للقبل، وهذاك اللي يخلي الناس تعاود ديما تنجم تعاود تستثيرها، فهمتني، باش تمشي من هذا. المهم ما نعرفش إذا كان أنا نرجع للمحور الأصلي اللي هو البديل وإلا بالنسبة للبديل. هو البديل عموما هي شنو؟ هي أصل السياسة، المبدأ في السياسة بديل. أنت جاي تعمل في السياسة نحينا من كل من يمارس السياسة باش يوصل ياخذ مصالح وياخذ مواقع والانتهازية السياسية اللي هي ماذيك ماهيش عمل سياسي حقيقي. السياسة الحقيقية هو أنك تقول هذا غلط أنا باش نحكم عندي بديل. وفما زوز مدارس، فما مدرسة إصلاحية في السياسة تقول هذا ما فما مشاكل، شوية فساد، شوية هذه النجم نصلحوها، هذه النجم نعملوها، ويقدم روحه كبديل إصلاحي. وفما السياسة الريفوليسيونير الثورية تقول هذا الكل فاسد يلزم نهدمه ويلزم نبني جديد ونقدم بديل جديد. اللي هذه تهدم وتبني جديد يجي بالثورة ما يجيش بالإصلاح، هذا هو التميز. نحن نعتقد أنا دون لو كلاسيك نحن طارحين بديل ثوري، طارحين المنظومة هذه الكل لا تصلح، نجمش تتصلح، يلزمها تتهدم بكلها ويلزم تتبنى منظومة جديدة نعتقده نحن اللي هي الاشتراكي في الأفكار الكبرى متاعها، متاع التوزيع العادل للثروة، متاع المساواة، متاع فهمتني القضاء على الاستغلال، متاع التوزيع العادل العمل إلى آخره. بطبيعة الحال الاشتراكية هذه متاع القرن 21 مش الاشتراكية متاع قرن 18، معناها خاطر الناس عندها ديما الفكرة اشتراكية مطرقة وضربوا إلى آخره. الاشتراكية التي تبشرون بها في التور جاي. ليلى، يعني الأستاذ تحدث عن الأستاذ تحدث عن البدائل التي صارت تطرحها المنظمات، تطرحها الخبراء، وانتم في المنصة التونسية للبدائل عندكم زادة ما تحكيوا في هذا المجال، تتحدثون عن منوال تنموي اقتصادي بديل، فلاحي بديل، استغلال طاقي بديل، نظرة للبيئة وللمناخ بعيون بديلة. خلينا نبدأ اقتصاديا ليلى، يعني ما وعد به الرئيس أو ما قدمه في طبق 25 جويلية تحدث كذلك عن ما يعرف توا بالشركات الأهلية. هذه الشركات الأهلية التي بشر بها الرئيس وبعضها بدأ يعني في التشكل كما شفنا، وحتى من قبل ما يجي يعني قيس سعيد كانت هناك فما نوع من التجارب اللي كما تحدث الأستاذ صنفوها في الاقتصاد التضامني الاجتماعي. الرئيس يعني قدم موديل جديد أو وعد بنوع جديد متمثل في هذه الشركات الأهلية، وشفنا أنه بعض الجهات تحمست لهذه الفكرة علها تنتج بديلا تنمويا وحتى اجتماعي، معناها تنجم تفرزه في هذه المناطق. شفنا في قربة على ما أعتقد، شفنا في دوز كذلك، في جابس كذلك، وفي المهدية، صحيح في المهدية أعتقد زاد قفصة وملقصاب، يعني فما نوع من الاستجابة، معناها محدودة ولكن فما نوع من الاستجابة للطرح اللي قدمه قيس سعيد. فما خوف، ولكن يعني هذا
فكرة الشركات الأهلية أو هذه التجمعات الاقتصادية المصغرة الجهوية اللي تكسر يعني المنوال المركزي ما تنجمش تكون هذا بديل اقتصادي من البدائل اللي تبحث عليها وتعمل من أجلها المنصة تاعكم ليلى؟ صديقي أيمن، أنا ما صدقت الرب تطرح موضوع البديل، ولذا مانيش باش نحكي عن شركة الأهلية على خاطر بكل بساطة معناها موضوع اش باش نقول لك حاجة تافهة في وضع خطير، ولذا هيت نحكيو في صلب الموضوع. احنا في المنصة التونسية للبدائل تقريبا معناها من جانفي 2021، من بعد في جويل 2021، من بعد في وقت الاستفتاء اتسيتيرا، في كل اوكازيون حاولنا ان نقدموا في فكرة معينة اللي هي راهو المطلوب علينا اليوم هو بناء تغيير موازين القوى. كيف نحكيه على بديل؟ اولا نحكيه على بديل اقتصادي بالاساس، خاطر الباقي الكل يتبع. يعني السياسي هو البديل، السياسي هو البديل اللي قادر يعبر على بديل اقتصادي، والبديل الاقتصادي هو اللي قادر يجمع جانب واسع من الفئات الاجتماعية من أجل تغيير موازين القوى لصالح أكبر عدد ممكن متوانسة، وخاصة المعنيين بالتغيير في حد ذاتهم. دونك الخدمة متاعنا انت ذكرت هكا شوية المواضيع اللي نخدموا عليها، اللي هي مجموعات عمل موجودة في وسط منصة مشتركة، يعني جمعية مشتركة، الهدف متاعها هو رسم تصور لمنوال اقتصادي بديل. كي نقولوا تصور لمنوال اقتصادي بديل، صعيب انه واحد يتمثله ويتخيله اذا كان ماهوش فاهم المنوال الاقتصادي القائم اليوم شنية شكله. ولذا باش نبدا بحوصله عامه، عندنا منوال اقتصادي يركز برشا على التوجه نحو التصدير، على الاستخراج، على انه اليد العامله نتاعنا تقعد رخيصه باش نجمو نجيبو استثمار اجنبي، باش هاك الاستثمار الاجنبي بين ظفرين هو اللي يخلق مواطن شغل واوي. عندنا سياسه نتاع اجور ضعيفه، دونك عندنا سياسه نتاع دعم استهلاك مش دعم انتاج، عن سيستم متاع ضرائب اللي هو يغصر المواطن لصالح هكا الفئة الصغيرة واللي نجم يسميها كومبرادور. احنا في المنصة نطلق عليها اسم الأوليغارشية الريعية لما فيها من سمات ريعية، يعني تتموقع في النظام الاقتصادي بطريقة أنها تجتث كل ما ينجو المواطن التونسي من ثروة وكل ما يتواجد من موارد في هالبلاد هذية. هوني احنا 12 مليون، عنا 4 ملايين و500 ماس أكتيف. هال 4 ملايين و500 كيف ناش متكونين؟ عنا تقريبا مليون بطال مقصي من الانتاج، عنا الفلاحة، عندنا الأجراء، عندنا المؤسسات الصغرى جدا الأكثرية، معناها باش نعطي شيفر 97% من الشركات التوانسة تخدم أقل من 9 من الناس، 83% من الشركات التوانسة ما تخدم حد بخلاف مولا الشريك. دونك فوز ايماجيني التيسيو ايكونوميك متاعنا. وعندنا المهمشين اللي هما الناس اللي تخدم الانفورمال، اللي توا سمعنا مؤخرا الرقم يظهر لي عطاه الـ INS، كان صدقني ربي 50% من الناس اللي تخدم انفورمال. هذا هي الوضعية متاعنا في تونس. كيف نربط الأمور؟ القطاعات اللي مركز عليها الاقتصاد متاعنا، الدولة متاعنا اللي يتحكموا فيها معناها من سنوات وسنوات، على شنو مركز؟ مركزة على قطاعات اللي هي مندمجة في النظام العالمي، سوتريتانس، نسيج، سياحة، تجارة بالغذاء، استخراج، حاجات كيما هاك. هالحاجات هذية قبيلة نحكيو على الشباب، هالقطاعات هذية قطاعات معادية للشباب. الكم الكبير متاع البطالة جاي من على خاطر احنا الأنشطة الاقتصادية الموجودة في تونس واللي تونس تستثمر فيها وتدز فيها وتعاون فيها وتعطي فيها في المنح وفي الامتيازات والبنوك تعطي فيها في خطوط التمويل، قطاعات غير مشغلة،
غير مشغلة للناس اللي بالذراع وغير مشغلة للناس اللي بالفكر، وأكثر من هكا تستثمر في فقرهم وفي ضعف شعريهم به. دوك هذه الصورة العامة. البديل باش تتخيلوا تويكا هو العكس نتاعها، يلزمنا نستثمروا في القطاعات الطبيعية الأورجانيك خلينا نقولوا، اللي هي تحتاجها محليا وتنجم تبني عليها محليا تكامل ما بين جملة من القطاعات، في لحة المعاشية يعني بلغة أخرى، في بلاصة نعطيه الدعم للزيتون وللدقلة، نعطيه الدعم للقمح وللشعير وللمنظومات الغذائية الأساسية، نعطيه الدعم للفلاح الصغير اللي هو يبحث على تكامل على مستوى المستغلة متاعه، نعطيه الدعم للفلاح الصغار اللي يبحثوا على أطر تعاونية اقتصاد اجتماعي تعاوني باش ينجم ينتج مخير ويوفر الغذاء المحلي أولا. قطاع آخر الطاقة. توا احنا شوف تبع مليح اللوجيك متاع الحكومة متاعنا توا وقيس سعيد في قطاع الطاقة، أعطي الأراضي للاستثمار الأجنبي. كي تعطي الأرض للاستثمار الأجنبي إيش معناه؟ باش يجيب المعدات الكل من برا، باش ينتج محليا، وتوا هكا عاد باش يربطوا ديريكت بإيطاليا، ينتج محليا الطاقة ويبعث لإيطاليا. شربحت أنت سامحني، أنت قطاع الطاقات المتجددة اليوم المفروض تضرب بالبونية باش كل إمكانياتك اللي تنجم توفرها للشركات الصغرى إنها هي تنتج اللوحات الضوئية، تنتج الناعورات، تتمكن من التقنيات هذية اللي هي في الأخر تقنيات بسيطة. راه اللوحة الضوئية تخلقت في الخمسينات، ما هيش تكنولوجيا عظيمة، ما فماش حاجة تكنولوجيا عظيمة في المسألة هذه. الناعورة ناس كلت معناها أي انجنيور تونسي نجم يعمل ناعورة، ما هيش تكنولوجيا عظيمة، ما فماش حاجة اللي ما ناش قادرين نعملوها، لكن فما فكرة متاع أنه لا ها خلي الأراضي والدعم والمنح أتوا نعطيه للمستثمر الأجنبي، توا هو يقدلنا وتوا هو ينتج وتوا هو يخدم. نتيجة هذي شنو؟ تدين على بعضه، تدين. وهوني هذي قضية التدين في راهي في مسألة المنوال راهي مفتاح بالسوري يقولوا كليد فوت. كان ما تنتبهش لموضوع الديون وتحطه ما بين عينيك وتقول أنا يلزمني نخرج من سياسة الديون، راك عمرك ما تنجم تفكر من خارج الإطار اللي يحطه لك الممول الأجنبي، وتقعد ديما تطبق في إملاءات الممولين الأجانب اللي يقعدوا ديما يدزوا فيك أنك أدعم الاستثمار الأجنبي، حل البيبان، سكر على المواطن التونسي، خليه ديما مرمد ديما في ضعيف، ما تستثمرش في المرفق العمومي، بالعكس مارس سياسة تقشف، خرج الدولة من الحسابات. هوني البديل مربوط زادة ب قضية دور الدولة. أنت الدولة، احنا كمواطنين توانسة، الدولة متاعنا كيفاش نحبوها تتعامل معنا ومع مواردنا ومعنا احنا كموارد بشرية ديجا ومع الطبيعة متاعنا ومع هذا الكل. طولت أبو ونحاولوا باش نرجعوا له هذا، مازلنا باش نوصلوا معاه كما خلنا نرجعوا بعد للدولة. اي خلنا تعدل الأستاذ. في الحقيقة في تواصل أستاذ مع اللي كنا نحكيو فيه، لكن يعني العبارة نحب نبدأ بها سؤالي الثاني. الأكثر ترديدا على ما سمعنا هي الشعب يريد منذ 25 جويلية وحتى من قبل، لكن ماذا يريد هذا الشعب حسب رأيك؟ لماذا هل تغير ما يريده الشعب بين 2011 وبين 2021؟ يعني الشعب الذي كان يريد رحيل التسلط، رحيل الدكتاتورية، مع أحلام بأنه مع الديمقراطية سيكون هناك رخاء اقتصادي، مع الثورة ستكون هناك ثروة. اليوم هذا الشعب الذي أراد كل ذلك أصبح اليوم يريد عدم رؤية تلك الطبقة السياسية التي أفرزتها يعني حركة 17-14، وراهن على شخص قيس سعيد أو صورة قيس سعيد المختلفة، يعني شئنا أم أبينا هذا الرجل مختلف عن غالبية الطبقة السياسية، يعني لا يتحدث بخطابها، لا يعني يسيرها، لا يلتقي معها، له تصور خاص ومنهاج ومنوال خاص، ونجح نوعا ما في أن يجلب إليه الانتباه حتى باستعمال مثلا اللغة العربية، حتى بنبرة الصوت. هذا الكل لقى يعني صدى في الأوساط الشعبية،
وصنع منه وكأنه يعني بطل يريده الشعب. سؤالي هنا أستاذ على المستوى الشعبي، هل أنه تغير فعلا ما يريده الشعب ما بين 2011 و2021 بعد مراكم 10 سنوات من التجارب بحلوها ومرها، أم أنه في نهاية المطاف الشعب لم يرد ولكنه سايرة منتصرين في 2011، واليوم بنفس الطريقة سايرة منتصر خرج من نفس جلباب يعني الذين فازوا في 2011، وجد نفسه في الرئاسة، ثم لما يعني قام بخطوته في 25 جويلية لم يفعل الشعب سوى أنه سايرة من بيده مقاليد الحكم. سؤال مهم، لأنه أيضا ما كناش نلخصوا شوية شنو كنا نقوله ونزيد نقدموا القدام، ولكن باش نبدأ بطرفة صغيرة. أنا كتبت كتاب سنة 2012 سميته يريد ويبدع ما يريد، وبين قوسين وقت لي ظهر قيس سعيد هكا وخذال هذاك النجاح الجماهيري الكبير عن طريق الانتخابات، برشا ناس رجعوا وقالوا لي شنية الحكاية دي، حكاية يريد وكذا. اللي حبيت نقوله أنه في الحقيقة يعني فكرة أن الشعب يريد أشياء محددة وله مطالب محددة فكرة مهمة، لأنها تخلينا ندخل شيء من النظام على شيء فوضوي قدامنا ما نفهموش بالضبط وكذا. من قوسين من أصعب الأشياء في السوسيولوجيا السياسية سوسيولوجيا الانتخابات وسوسيولوجيا التوجهات الناخبية، وديما يقول لك الناخب راهو تنجم انت تعطي توجهات عامه، ولكن في الحقيقه ساعات مش ساعات في اغلب الوقت تصبح العمليه معقده برشا. اللي ما حدث في تونس انا في اعتقادي انه يمكن فهمه بالطريقه التاليه. لما بدات الثوره، وانا من الناس اللي يقولوا لي هي ثوره وكتبت شويه في هذا، بدات على شكل حركات احتجاجيه من جهه ومطلبيه من جهه اخرى، وتلاحظها في الشعارات موجودة، فما شعارات المكتوبة في الحيوط، بعدين هو استغلها قال دستور مكتوب في الحيوط، سكني بطوطة المنفو، ولكن الاستغلال هو اللي مشكلة. واحد مشكلة في معنى أنه يعمل مشكلة في التفكير. أنا بقوسين معناها لو تلاحظ ما عنديش توا مجال باش نتكلم على مواقف، أما نحاول شوية باش نفهم. فعندك المطلب وعندك الاحتجاج. المطالب تمت صياغتها بطرق خاصة شوي، وهنا نحب نرجع شوية للكلام اللي كان يقول فيه نوار. يعني نوار يقول أنا في الكلاسيك وأنا مزلت في الشعارات الكبيرة هذه كم تاع الاشتراكية وكذا، وبعد أضاف فكرة أنه إحنا في اشتراكية القرن 21. ولما تكلمت ليلى لما تكلمت ليلى قالت كلام يمكن أنه يكون الكلام تاع نوار هو غطاء ليه كبير. ينجم نوار تو يقول ريت الاشتراكية تاع القرن 21 هاوكا عندك فيها عنصر هذا والعنصر هذا، فيها السيادة فيها كذا، فما اختلاف شوية، هو يقول كومبرادور وهي تقول رايع، نجم نحطهم تحت بعضهم إلى آخره. شنو حبيت نقول؟ حبيت نقول أنه فكرة المطالب بحد ذاتها ولا شنو يحب الشعب فكرة معقدة، ولكن باش تحلها باش تفهمها أنا نفهم مثلا، خليني نحسب مثلا أنه أنا فهمت شوية الكلام اللي كنت تقول فيه ليلى واللي كنت تقول فيه نوار، وبقوسين هما يتكلموا وأنا حبيت نرجع شوية للوقت متاع الحركة الطلابية اللي أنا كنت موجود فيها. أنا كنت موجود عام 77 و78، ولكن هي زادة قالت كلام اللي نلقوه مثلا عن سمير أمين اللي هو منظر كبير ويتكلم على فك الارتباط ويتكلم على الاقتصاد المنتج مش الاقتصاد الريعي، تتكلم على الصناعات الاستخراجية على أساس أن هي يعني عنصر ينجم يكون مؤثر سلبا في اقتصاد بلد معين وفي بيئته في ثرواته الطبيعية إلى آخره. الكلام هذا جديد شوي. إذا إيش عندك أنت؟ حتى كان نأخذ المثال من هنا بالكل، عندك كلام سياسي، كلام خبير شوي، كلام قديم شوية، كلام جديد شوية إلى آخره. الشعار هذا كيفاش يخرج باش يمس الناس؟ الكلام هذا ما يبدأ اللي هي هذه نتكلم عليها، كيفاش يخرج باش يمس الناس؟ العملية أيضا مرة أخرى معقدة. معقدش معناها يعني ما فما حتى واحد عنده قدرة باش يقول اللي الشعار المركزي الحقيقي في الثورة التونسية هو شغل حرية كرامة وطنية.
هو نوع من الافتراض تعمل القوة السياسية وتحب تقدمه. سي محمد جويلي كان موجود لنا ويتكلم على العرض، العرض فما عرض يتعمل اون اوفر بوليتيك، استعملها حتى بالفرنساوي به، معناها الفكرة تتقال، نجم تكون احتجاجية كما تنجم تكون مطلبية، تتنشر في الخطاب السياسي، في الاجتماعات، في الكلام تاع الخبراء، في اجتماعات من نوع عذايا، في الصحافة إلى آخره، وتنجم العباد ياخذوها ويردوها اللي هي متاعها. توا باش نجاوب شوية على النصف الثاني متاع السؤال متاعك. به شنو اللي نجم يخلي أنه قوة سياسية تقدم روحها على أساس أن هي اللي قاعدة تحقق في المطامح متاع الناس؟ أنا ندعو لهنا باش نفكروا بطريقتين مختلفتين. تاخذ القائد السياسي اللي هو المثال اللي ذكرته أنت، اللي هو رئيس الدولة الحالي، هو يقدم روحه على أساس أنه بديل، ويجي يقول أنا استجبت لمطالب الناس، وأنا نفهم الناس أكثر منكم، وأنا ولد طبقات الشعبية، وحتى من السكنة نسكن في المنيل، ونعرف العباد شي يقول، وكي يهبط يمشي ويحب يكلم العباد ويحب يعمل لي بند فول اتتر. شي يحب يقول؟ يحب يقول أنا عندي القدرة أني ناخذ المشاعر متاع الناس وطموحاتهم وأحلامهم ونردها سياسة، وهاني نعمل فيها وهاني نطبق فيها، ما هو يحبوا هما الكذا، هاني نعمل في الأهلية إلى آخر. به هذا نجم أنا نسميه تحليل من فوق اللوثة، يعني من هرم السياسة، قائد سياسي، حزب، قيادة سياسية، خط سياسي إلى آخره، ينزل في اتجاه الجمع. ولكن رد بالك ثم حاجة يلزم ننتبه لها برشا. إذا كان ناخذوا اللحظة متاع الانتخابات متاع 2019 اللي طلعت قيس سعيد، أنا بين قوسين كتبت في هذا شوية، نفهمها على أساس أنه ثم مطالب متاع الناس، احتياجات حقيقية متاع العباد، يلبسوهم القائد سياسي كأنه يكلفوه بمهم. ورد بالك هذه أخطر حاجة نجم تقع على القائد السياسي، لأنه سيصير في امتحان يومي. ما كنت قلت تقود وباش تعمل هاي هيت نوار، تأويله السياسي قال قاعد يخسر في القاعدة متاعه، هاي باش تجي الانتخابات تنشوفه باش يخسر بالحق ولا لا. وإن كان وقعت امتحانات سابقة بينت أنه لم يعد بنفس القوة أو بنفس الزخم الجماهيري اللي طلع به. إذن عندك هذه، عندك الحكاية الأخرى. فأنا نجم نستناك زادة في محطات، رد بالك عطاوه فرصة تتسمى فرصة في الانتخابات 2019، ومن بعد هاو عاودوا عطاوه فرصة أخرى في 25. وأنا مرة كتبت أنه هو معقود من لسانه، ما كنت وعدت أنا مكتف، ما قلت أنت باش تعمل هي تعمل. ورد بالك العباد ما تستناش. شنو معناها ما تستناش؟ معناها ما تستناش برشا. اش معناها برشا؟ معناها نجم يستناوك 20 سنة 25 سنة، لكن كان داروا يدوروا على الدنيا الكل كيما كان يتعمل. فأنا اللي حبيت نقوله أنه فكرة البديل كيفاش تتصنع وكيفاش تهبط للناس وتولي قوة وتولي تبدل المجتمع، راي معقدة ياسر، ما تمشيش بالميكانيكا. هذاك علاش ربما فما جملة قالتها ليلى أنا مش ياسر موافق عليها، تقول أعمل الاقتصاد أو الآخر يتبع، مش دي مصيحة. هتو نرجعوا لها قيدها ارشم له وائل بون تنجم تبورو بروندر من وقفتها، ما خل نزيدك السؤال، خل نعطيك سؤالي الثاني الوائل، باش نحب نحكيه شوية زادة نجده شوية على التجربة اللي خطوها في قاوم. يعني هي قاوم كذلك قدمت نفسها كبديل، بديل لحزب هو نفسه قدم نفسه كبديل في فترة من فترات، ومازال يقدم في نفسه كبديل الحديث هنا على حزب العمال. يعني تجربة قاوم، هل أنتم تبحثون عن يعني بديل يعمل قطيعة في التنظيم، في شكل التنظيم السياسي، في شكل الاتصال السياسي، وفي شكل الفعل السياسي كذلك، أم هو يعني بديل فقط كما قلت قبيلة يولي وعبارة استنساخ؟ يعني كنا هنا مع بعضنا نحمل نفس الفكرة، أوكي صارت خلافات نحاول نغلفها نوعا ما باختلاف وتضارب في الرؤى وفي التصورات في طريقة العمل وفي العلاقة مع الشباب وفي الاتصال المباشر وكذا وكذا وكذا، ونجي نعاود نأسس نفس
نفس تقريبا نفس التشكيل بنفس الوجوه اللي كانت هنا تجي لهنا. ويعني شنية اللي يخلي يعني هذه التجربة تفرز فعلا بديل؟ ما تنجمش تفرز يعني نفس الفشل اللي صار في التجربة الأولى. باهي أنا عشان نتفاعل معك في ساعة في ساعة فهم برشا حديث الحقيقة مهم عن الأخر نحب نتفاعل معه. دونك بالنسبة للقاوم نحن خرجنا معناها على خلافات فكرية ولكن بالأساس سياسية ومتعلقة بالخط السياسي وتنظيمية متعلقة بالتنظيم. وعنا نحن كتيب معناها مازال دوما اصدر يتناول المسألة هذه بالتفصيل معناها نجم الناس تطلع عليه باش تاخذ أكثر معطيات. وحاليا نحن طوينا في صفحة حزب العمال وبالنسبة لنا حزب عمال حزب كل أحزاب الكل وبارابور الحقيقة على الأحزاب الموجودة في البلاد يتسمى حزب محترم فهمتني معنا موقفه سياسي محترم وتواجده محترم حزب كل أحزاب. لكن نحن نشوفه أنه ما نجمش يكون بديل لم يعد قادر عن أنه يكون بديل. الخط السياسي متاعه تمس تخل في المنظومة ونعتقده داخليا جهاز ما عادش ينجم يسير روحه معناها ولا إدارة ما عادش منظمة ثورية. ونحن نحب نعمل منظمة ثورية ونحب فهمتني خط سياسي ثوري. تفاصيل تلقاها في الـ في الـ في الـ في الكتيب متاعنا معناها نجم نرجع عليها حتى مرة أخرى. أما الحقيقة فما حاجات قالت أنا نحب نتفاعل معها. ما يريد الشعب سؤال سألت وانت ما يريد الشعب نجم نعقدوها الحكاية ونجم نبسطوها الحكاية. شعب سام فماش شعب تلقى زوز من الناس يريدوا عكس بعضهم. واحد يريد التقليص من الناس في الوظيفة العمومية والآخر يحب يخدم في الوظيفة العمومية. تلقى واحد يحب يقول لك اللي عنده 3 ديار ما عندوش حق يزيد دار رابع والآخر يقول لك اللي عنده 10 ديار يزيد يزيد دار 20 وحرر المبادرة. لكن نقوله ما يريده الشعب ونقوله ما يريده الأغلبية الساحقة من الشعب. اليوم شكون الأغلبية الساحقة من الشعب؟ أغلبية الساحقة من الشعب هي الشرائح المفقرة الخدامة والفلاحة والمهمشين اللي سميتهم وعطت الأرقام بتاعهم ليلة. وأكثر من هيك البرجوازية الصغيرة اليوم بشرائحها الكل أبدلين توصل للشرائح اللي كانت تتحسب معناها على الأغنياء الأغنيان هم محامين وطب وسادة. اليوم فهمتني معناها هذوكم الكل مطالبهم كيف كيف خاطر عندهم أولادهم بطل مطالبهم يأكل يخدم ياخذ شهرية يخدم خدمة محترمة عنده حقوق ما تردهوش ياخذ شهرية ويدخر شوية ويتفرهد ومن بعد تبدأ تجي بقية المطالب. يعني المطالب اليوم تاع الشعب التونسي واضحة مطالب اجتماعية بسيطة حيوية متاع ياكل ويخدم ويكون عنده شوية كرامة وشوية حرية. قيس سعيد يعتبر يقدم روح ولد منيه لأ أنا ولد بوسفيل وهذاك ولد حوم شعبي وهذاك ولد تضامن إلى آخره. مش هذا اللي صنع قيس سعيد. اللي صنع قيس سعيد هو السيستم يرمم نفسه النهضة آيلة للسقوط. الناس ماشي باش تحقق لها مقراتها. فما قوى صاعدة منها فما قوى إقليمية متربصة فما حالة فوضى كانت فهمتني جاية لأنه ما فماش زاد لازم نقوله قوى وطنية منظمة كانت نجم تشد الأمور في داها. فكان السيستم أنه لقاها التنفيس متاع قيس سعيد في حالة ارتباك في حالة فوضى لعبت فيها برشا فهمتني معطيت لك أن الجوهر يبقى هذاك هو. وفي الأخر قيس سعيد ما شكلش بديل في الاخر كما قال الاستاذ ما ينجمش يشد 20 سنة ما ينجمش يشد حتى 10 سنين. علاش؟ على خاطر ماهوش قاعد يقدم بديل. هذا محسوس نس كل ما في الدنيا تونس مش قاعد تتبدل. الاقتصاد تاع تونس مش قاعد يتبدل. الاوضاع الاجتماعيه والثقافيه والبيئيه واللي تحب مش قاعد تتبدل وبالتالي الناس ماهيش باش تصبر. النقاط اللي طرحتهم ليلى الاستاذ وصفهم كانه هذا غطاء سياسي لهذا وهم الحقيقه مختلفين على بعض. اللي قالته ليلى نحن بطبيعة طرحين الاشتراكية لكن الاشتراكية مش نطرحين نحن غدوة مش نعمل الاشتراكية. الاشتراكية البوصلة ذيك اللي قلنا نحن متشبثين بالأفكار الكبرى وما تعملش في تونس الاشتراكية اليوم. والاشتراكية حاجة تتعمل كان على مستوى عالمي أممي واللي يحب يخمم بالحق في حل ما يغزرش قدام عيني. تونس نقطة في كوكب الأرض. اللي يحب يخمم على حل يخمم على البشر الكل. البشر المستقبل متاعهم غادي وما نجموا يمشوا كان غادي. وذاك الإيمان اللي قودنا واللي خلينا نحلوا كل لحظة بما فيها لحظة قيس سعيد. لكن بطبيعة هل انت سياسي بتقدم بديل سياسي ماكش مفكر فيلسوف فقط. دونك لازمك تقدم ملموس. اللي تحكي فيه ليلى هو الملموس اللي نجموا نتقابلوا عليه اليوم. الاشتراكي وغير الاشتراكي اليساري ولا والوطني وحتى الليبرالي اللي ضد الاحتكار وضد الريعه اللي قالت عليه ليلى. لكن اليوم بما ان ماناشنا لما متاع السياسه يعني جات لما متاع السياسه نقول كما قالت الرفيقه وهذاك هو احنا اليوم قاعدين نفكروا في البديل. اللي قالتهم صديقتي الغاليه ليلى مهمين لك مش هذاك البديل. ما
ما هوش الاحتكار للريع هو البديل، الا مقاومة الريع هو البديل. الريع حاجة خايبة يجب قاومه، ولكن يجب ساعة نفهمه مش هو المشكل، المشكل هو الرأسمالية. والريع أول ريع تعمل في تونس، ريع عملوا البيع على الشاشية باش يحمي الشاشية التونسية، وعملوا قال فما كان فما وكان قانون يتسمى ثوري باش يحمي الشاشية التونسية ضد الشاشية التركية. اليوم واش خص الدولة كان تعمل ريع بطريقة بمعنى الاحتكار، باش ما ندخلوش في مواضيع في 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 المواد الأولية وهي تأخذهم وهي تحتكرهم من الحليب والعلفة وإلى آخره، فهمتني معناها؟ هاو بيه هاو بيه مش خايب. الريع المافيوزي اللي موجود في 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 تونس، تاع عائلات تحكم في 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 قطاعات كاملة تاع اقتصاد، هذا أقرب للي نحكي فيه أنا، أني فما برجوازية عميلة مربوطة بالخارج هي شادة، فهمتني كل شيء. والإشكال مش في في عملية الرعاية في حدد، الإشكال في رأس مالية عالمية خالقة مشاكل في بلدانها ما بين اللي يملكوا الأغنياء جدا والفقراء، وخالقة مشاكل بين الشعوب، ما بين شعب عايش لباس وشعب مستعمر عايش 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 تحت تحت صبات. قضية الديون أمش نختم سيء في بلد، قضية الديون وغيره كما قلت هذا كيف كيف مساء النجم نغدو نعمل عليها ائتلاف سياسي وبديله ونقوله روح قيس سعيد ونهضة لا وعبير موسى لا ونعمل اللي قالته ليلى، يعني مش من هذا ضد هذاك اللي النجم نلتقيه عليه اليوم بالحق، واللي يحب يعمل ما يقولش أنه امتلك الحقيقة، يقول هاو المشترك اللي نخدم عليه الناس كل مع بعضنا، ولكن راهو القدام ما نشنا نغزر ولا كيف كيف في الديون. هاو حاضر بحضرنا الأستاذ وليد بسباس، نسمع في الـ في البودكاست متاعه في زميلة قناة معناها الموقع الإلكتروني انحياز، معناها موقع مهم ياسر، نسمع في البودكاست متاعه في مسألة المديونية، في مسألة الريع، في مسألة الاحتكار، معناها بالحق نجم ندخل في التفصيل التفصيل، وهل هذوم الظواهر في حد ذاتهم هم الشر وإلا استعمالهم شر؟ الديون، هل الديون اللي خذتها تونس بعد 56 خايب ولا باهي؟ وهل الديون اللي تخذ فيها اليوم خايب ولا باهي؟ هل المشكل في الديون ولا المشكل في الديون الاستعمارية؟ هل معناها هذوما بحر؟ فهمتني؟ أنا نعملك في إشهار يا وليد. هابش نحاول وليد ولد الدار بنصير ما يستحقش الإشهار، مرحبا بيه دي ما يحضر معنا. وقفت عند مسألة المديونية ليلى وهاو نربطو. عايشك. لا كله مربوط ببعض، وهي الحاجة الباهية في الموضوع هو أنه سي سيستيميك، حاجة كل شيء مربوط ببعضه. فما مقال هبطوا دايغ في نوات كل عام، خاطر جانب كبير من الافكار اللي قاعده نحكي فيها بالطبيعه مانيش واحد، احنا مجموعه، وكان ذكرها عزيز كريشين في كتبها مقبل وتسيتيرا، وانا وقتها كتبت مقال على الموضوع هذايا. فما حاجه اساسيه هي انه في تونس اللي خلى هالمجموعه هذيا اللي هي متمسكه كل المواقع متاع مختلف أنواع الريع، مش فقط الريع اللي جاي من الاحتكار، خاطر أنت وقت اللي تبدأ بانكيجي عندك بانكا راك تربح ياسر فلوس، ياسر ياسر فلوس، مش فقط من الناس اللي في تونس تحط فلوسها في بانكتك، بالفلوس اللي جي عن طريق الديون تدخل البنك المركزي وبعد تعديلك اللي كانت كبانكا. كان ليه مش هذا معناه، نحب نقول اللي راهو فما حاجات خليت النظام بالطريقة هذه. فما أنه النظام الاقتصادي متاعنا مقيد من قبل، عنده تبعية كبيرة من قبل، مقيد بالرأسمالية العالمية ومقيد بالفلسفة هذيك ومقيد بالفعل متاع الزاكتور ايكونوميك انترناسيونو اللي فرضوا علينا حاجات معينة، مقيد زادة بغياب الديمقراطية. أنت وقت الفئات الاجتماعية غير قادرة أنها تكون متمثلة في مواقع القرار، ما عندكش ديمقراطية حتى كان عندك انتخابات، ومقيدة بنظام بوليسي خاطر وقت اللي تحل فمك في البلاد هذيا تاكل العصا لمدة سنوات. دونك لونسومبل افي كو اليوم في الوضعية هذيا مانيش قاعدة نقول انا ما نراش اللي للنظام الاقتصادي في تونس رأس مالي، مانيش ماهوش رأس مالي، ماهوش التوصيف شنو هو تو يجي وقت وبالك شي نلقاو، بالك شي نلقاو حاجة نفسروا بها اللي احنا عايشين فيه. اما باش تقنعني اللي هو لا ما نتصورش به. هوني احنا في المنهجيه نتاعنا احنا كيفاش نخدموا؟ احنا نخدموا بمنهجيه فيها بحث وعمل، اكسيون وريشيرش، ريشيرش واكسيون مربوطين ببعضهم، ونتوجهوا مباشره للناس للفئات اللي ذكرتهم قبيله على قد جرمنا معناها اللي نجموا نعملوه. هل الناس هذيا نتوجهوا لهم بالعمل اللي نعتبره سياسي حتى كان مدني، معناها خاطر المجتمع المدني راهو
سي تان كونسيبت بوليتيك واللي مارس يناضل في التيران وفي الميدان ولا يتكلم ولا يكتب ولا حاجة راهو قاعد يمارس بطريقة أو بأخرى في السياسة. والهدف متاعنا أنه هالفئات هذية تتنظم لذاتها. ما عنديش علاش أنا نعتبر اللي الناشط السياسي ولا الفاعل السياسي والمناضل السياسي هو اللي لازمه يكون معبر على الفلاحين. كان الفلاحين ما همش منظمين حتى كان أنت توصل تفتك السلطة وتقول للفمي بطلت مانيش ماخذ من عندك ما تنجم تعمل شيء. ودير ذاك اللي صار في الجريس اليونان هذا بالضبط المسار اللي صار، عملوا استفتاء على الديون ووصلوا للحكم ما نجموا يعملوا شيء. الفئات المعنيه بالتغيير غير منظمه من اجل التغيير. من الاول حكيت على حاجه اساسيه هي تغيير موازين القوى. علاش؟ خاطر لازمنا نغيروا علاقات الانتاج. علاقات الانتاج هي لازم، واصل الثوره هو تغيير علاقات الانتاج. هذه اللي غابت علينا. بتحب تغير علاقات الانتاج وانت معناها الفعل السياسي متاعك يتمثل في اجتماعات وإلا في أفعال ولا في ندوات مع ناس تشبه لك ولا تحب تعمل كيفك، لكن ما فماش تواصل مع المعنيين اللي هما باش يخلقوا ميزان القوى. تحنا قبيلة نحكيوا على الشباب في السياسة، وقت قبيلة أكبر كتلة شبابية تكونت وتنظمت وناضلت لمدة 3 سنوات عمرنا ما نسمع المناضلين السياسيين يحكيوا عليها، اللي هي الكامور. معدل العمر قديش في الكامور؟ ما هم شباب ولا على خاطرهم ما يشبهولناش. هاكم في الاخر، في الاخر الحركه الاجتماعيه نتاع الكامور وصلت بالتنسيقيات اللي خلقتهم وبالاطار نتاع الخبراء اللي حكيت عليه وبالعمل نتاع العائلات والكناطريه على خاطر ليسونسييل نتاع ليكونومي غاديكا كونتر نحب ولا نكره ذيك بلادنا وحقيقتنا وواقعنا. وصلت حطت وثيقه على الطاوله نتاع الدوله فيها تغيير للمنوال الاقتصادي في جهه التطوين الكل بجملة من الشركات العمومية وشبه عمومية، معناها تفكير شامل على الماء وعلى الموارد الطبيعية وعلى العمل وعلى الشغل كيف احنا في وسط هالمخاض هذايا نرفضوا ان ناخذوا بعين الاعتبار الكتلة اللي قاعدة تتحرك، ونرفضوا باش ناخذوا بعين الاعتبار التحاليل المختلفة، ونرفضوا باش نخزروا للواقع متاعنا على ما هو ونخدموا وسط الميدان مع الناس مباشرة. ما نجموش نبلوروه هكا البديل. عملية بلورة البديل راهي تتطلب هذاك الكل وتاخذ وقت. اليوم عندنا ملامح نعرفوا لي هكا وهكا 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 على خلاف ما هو قائم. بقى كما كان يحكي قبل الأستاذ كيفاش باش تعملها الشيء ذاك؟ الشيء ذاك ما يتعملش من غير الناس المعنية به. صحة يعني الأستاذ في الحقيقة تحدث وكتب عن الكامور وحلل الظاهرة بطريقة مميزة الحقيقة، لكن فما برشا محاور، لكن الفكرة سأطرحها للمتدخلين الثلاثة فليجب عليها كل من مجال اختصاصه، ثم إذا كان فما تفاعلات طبعا نفتح الباب للتفاعلات لأنه الوقت. نشكر البانيل اللي قبلنا كلنا يجي نص ساعة من وقتنا مثالش. الفكرة أو سؤال أستاذ، يعني تحدثنا وليلة خاصة ختمة كلامها بدور الفاعلين السياسيين. فاعلين السياسيين هذوما صناع الرأي أو قادة الرأي اللي هما يحركوا الجماهير أو يحركوا الناس نحو التغيير، يقدمون البديل ويحثون الناس على النزول أو العمل من أجل هذا التغيير. يعني وكأن هؤلاء الفاعلين السياسيين أو قادة الرأي اضمحلوا أو تبخروا وحل محلهم صناع رأي جدد، ولو أنه قادة رأي كلمة كبيرة عليهم، ولكنهم موجودين بيننا في الفيسبوك، موجودين على انستغرام، موجودين في ديكرونيكور في الإذاعات والمؤسسات العالمية اون جنرال، لا يقدمون أي إضافة، لا يدفعون الناس نحو بدائل نحو تغيير. ما يقدمونه هو وكأن ثقافة التفاهة صارت معممة بدرجة كبيرة، وهذا قاعدين نشوفوا فيه في الشارع، تشوفوا الأثر متاعه. وذاك علاش قلت هذم هم قادة الرأي الجدد، وصنعوا
وهم بشكل بلورة وصناعة رأي عام على مقاسهم أو يشبههم، يروجون التفاهة. وبعد ذلك يعني ماذا ننتظر من هذا الشعب الذي يعني نحثه وندفعه دفعا نحو التخلي أو نسيان قضاياه ومشاغله الأساسية، ويعني الانقياد وراء صناع رأي جدد لا يحملون فكرا ولا بدائل جديدة، يبشرون بثقافة استهلاكية وبثقافة التفاهة. هذا وصلنا له أستاذ اليوم؟ لا، أنا ما أعتقدش اللي وصلنا له، لكن يعني ثم بعض الحاجات اللي لازم نذكروا بهم على خاطر يعاونونا شوي على التفكير، أنه جي دورات لتغيير النخب هذا أمر عادي، وأنا يعني منحبش نعمل برشا أشهار، أما كاتب حوجات على النخبة وكيفاش تتغير النخبة. كل دورة متاع تغيير اجتماعي، وإحنا في تونس عايشين دورة متاع تغيير اجتماعي كبيرة طويلة وعندها على الأقل 10 أو 12 عام، والتغيير هذا عميق وشامل وفي بعض الأحيان حاد على خاطر وصلنا حتى للاغتيالات السياسية إلى آخره، وعميق يمس في الدنيا الكل. الكلمة ذا اللي كانت تقول فيه ليلى 10 سنين ما تسمعوش، معنى ما تسمعوش مش على خاطر فقط محصور، لا، ما تسمعوش بالوضوح هذا وكذا إلى آخره. نفس الكلام اللي كان يقول فيه وائل زادة، البانل الأول متاعنا زادة كان مهم، وإن كان في اعتقادي بعدنا شوية على المسألة اللي هي كانت مطروحة. إذن حبيت نقول أنه وقت لي يقع تغير اجتماعي تطلع نخب جديدة بالضرورة، ولكن ساعات تاخذ وقت وتاخذ وقت وتكون عسيرة جدا. من قوسين الآليات متاع تصعيد النخب زادة متبدلة متغيرة، مش كيف كيف يعني. ممكن ياسر في الانتخابات متاع 17 هذه اللي جاية مع المساوئ متاعها الكل، ممكن باش تلقى 3-4-5 مش أرقام قاعد نقول فيها، ما نحب نقول اللي ممكن تلقى وجوه في وقت ما تنجم تقدم روحها على أساس أنها تنجم تمثل نوع متاع نخبة جديدة أو شيء من القبيل هذا. هذه واحدة. اثنين، الحقيقة أنا مش مصدق ياسر هذه حكاية اللي زانفليونسور اتتغا، على خاطر هو ما بيدهم مصنوعي، وأنا نعرف كيفاش تصنع الحاجات هذو، ما نعرف مليح كيفاش تصنع. مش نعطيك مثال صغير برشا، حتى في المجال الأكاديمي ثم منصات تتحط عليها المقالات، وأنا فما مرة فوجئت أنه فما منصة اسمها أكاديميا وأنا عندي نصوصي الكل حاطتهم غديكة أو أغلب نصوصي على الأقل، ومرة فجأت بزميل من مصر يقول لي يا أستاذ recommend my article، قول للناس أقرأوا الارتيكل ذاك. فأنا ما فهمتش يعني، أنا قريته الارتيكل قريته بيان سور مهم، معناها قال كلام مهم، ولكن ما نوصلش أني نقول للناس أقرأوه. مثلا كان باش نعطيه للطالب متاعي ما نعطيهش لأسباب ما تعلق بالعلم، مش ما فيها حد شيء، وأنا ما فهمتش يعني. فوضح لي قال لي when you recommend my article I do، معناها نعمل نفس الشيء، وإذا تولي أنت تركض معناها جام، تعمل لي جام، نعمل لك جام وكذا. فتخلق نوع من الصيت، تخلق نوع من الأوديونس، تخلق نوع من كذا، يولي الاسم يتكرر إلى آخره، ومعروفة الحكاية معناها كيفاش يتصنعوا لي زانفليونسور هذم إلى آخره. هذيك حكاية نظام التفاهم في بالي ولات معناها معروفة إلى حد أنه ولا الأمر، ولكن يلزم ننتبه زادة اللي راهو هذا مربوط بحاجات أخرين زادة. أنا نجم نقول لك معناها فما الأمثلة متاع الألترس اللي تكلموا عليهم في البانل الأولين، ولكن فما مثال احنا ما تكلمناش عليه برشا ولكنه مهم جدا، هو مثال الـ خليني نقول الوجه السلفي متاع النخب الجديدة، رد بالك جذاب جدا لأنه فيه الجانب متاع أنه هو مقدام، الجانب متاع أنه هو يحارب، الجانب متاع أنه هو يقدم في بديل، الجانب متاع ريت الكلام هذا متاع الرأسمالية والدنيا الكل يقول لك أنا ضد الرأسمالية وبش ندقدق على الكل وبسلاح زادة وبش نعمل وبش كذا إلى خير. فحبيت نقول اللي يعني تصعيد النخب الجديدة ومن وراء ذلك كيفيات صنع البديل أمر معقد جدا وفيه الكثير من، أنا نحب نرجع شوية بما أنه هي المداخلة الختامية، نحب نرجع شوية نقول حوجتين ثلاثة يمكن باش نرسخ شوية الاتجاهات متاع الكلام اللي قلته، مش الاتجاهات متاع النقاش، ما عنديش ادعاء أني باش نواجه النقاش. واحد، واضح جيدا اللي احنا في لحظة مفصلية أخرى من تاريخ
البلاد إن أردنا، ومن تاريخ صنع وتداول البدائل بما أنه هو الموضوع متاعنا. لكن أنا قاعد نشوف هذه النقطة الثانية، قاعد نشوف اللي العناصر الجديدة والإيجابية جدا في كيفيات صنع البدائل وكيفيات ترويجها موجودة في تونس وكبيرة وقوية، خاصة أنها موجودة عند شباب. أنا كمان معناها شبابي ورايا، معناها معاش ما ممكن يصير حتى بالنسبة للعمر يعني معاش حاجة كبيرة، ولكن أنك تشوف فما أجيال جديدة متاع طرق جديدة في التفكير، خاصة هذا الشيء اللي طالع من اللوتة. هذاك علاش بكري عملتك الصورة هذيك متاع الشيء اللي من اللوتة اللي من فوق ويهبط واللي من اللوتة ويطلع. ثلاثة، وهذه حاجة مهمة برشا، السياقات اللي يشتغلوا فيها الشباب ماشية وتترابط أكثر فأكثر. احنا مع الأسف الشديد يمكن ما لقيناش وقت زيادة باش نحكيوا على البدائل في المعنى الثقافي للكلمة وفي المعنى الرمزي للكلمة، لأن حاجة مهمة ياسر. وأنا من قبل وإن كان زملائي يعيبوا علي يقولوا لي ياسر تغرق أنت في دخلها في الرمزيات وشو احنا نعمل في السوسيولوجيا والكذا والخيره، ولكن بصفة عامة أنا في اعتقادي أنه الترابط هذا ما بين الشباب، أنه شباب الأرترس يعرفوا شباب السياسة، يعرفوا الشباب متاع اللي يصنعوا البدائل من نوع متاع التفكير، يعرفوا الشباب متاع الحركة الطلابية، يعرفوا الشباب الصانعي المحتوى في المعنى الحقيقي للكلمة، هذوما الفنانين الجدد إلى آخره. فهذه الطاقة كبيرة جدا موجودة عند الشباب، ربما تخلي الحكاية متاع الانفلونسور هذه كي تافهة ما تخوفش. يعطيك الصحة أستاذ، نشوفه كان فهم أسئلة بعد في المعام والنخب الجديدة نواصله في نفس الاتجاه. في نفس السؤال متاع تأثير يعني هذه النخب وفي من ستؤثر. أنا أعتقد أني هالنخب هذوما هل التفاهة اللي تقريبا توا الناس كل ولا تحكي عليها ما هيش مسقطة، هي الإيديولوجيا السائدة. يعني بكري نقول توا نحن في لا إيديولوجيا، هذيك الإيديولوجيا السائدة اليوم المنتصر معنى الرأس مالي العالمية هي اللي خالقة الانفلونسور هذه، هي اللي خالقة التفاهة هذه، هي اللي ترعى فيها، هي اللي تمولها، بل هي اللي تصنع فيها. ما تبدل شيء سير لوفا من The American Dream في بداية الرأس مالية، فهمتني معناها، وحكاية سندريلا وصولا إلى فهمتني معناها Success Story توا، وعمل فهمتني معناها تيك توك وعاري روح قول نمبورت كوا ودخل الفلوس. يعني الجوهر مازال هو بيته، الإيديولوجيا المهيمنة مازالت قاعدة فهمتني معناها عندها واجهة ثقافية وفكرية قاعدة تروش فيها اليوم، هي فهمتني الواجهة هذه متاع التفاه. كيفاش شنو البديل هنا؟ نعم أنا متأكد أنه المجهود متاعك أنت ومتاع مهدي قبلك ومتاع نوات باش تعملوا هاللقاء هذايا اللي نجموا تابعوه بضع مئات ولا بضع آلاف في اللايف ويحضروه فهمتني معناها بضع العشرات، هذاك الممكن للمقاومة اليوم، وهذاك وحده في حد ذاته مجهود جبار. أنا متأكد أنتم قاعدين تتعبوا ياسر باش توصلوا تعملوا الحاجة هذه، ولكن هذاك الواقع الصحافي في 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 دومين وفي إطار اليوم صحافة كاملة منخرطة في منظومة التفاهة باش تواجهها بصحافة جادة برشا مجهود. في السياسة كيف أكثرية الناس تو في السياسة عطيني نعطيك، كيفاش نطلع برلمان، كيفاش ناخذ وزير، كيفاش ناخذ كاتب دولة، يا اليوم لو من هنا مع قيس سعيد بعد يولي غادي ضد كومبليتمون، الانتهازية معناها السياسية قاتلة. لكن فما مجموعات تقاوم، فما مجموعات تريزيستي، فهل الموجة متاع الانتهازية السياسية في الثقافة كيف في كل بلاصة كيف دونك الحل موجود قدام عينينا وقاعدين نعملوا فيه. الحل أن نبدأ واعين أن نحن داخلين في معركة مختلة الموازين، موازين قوة مختلة ياسر، ولا رأي سهل كان جاء ورانا الالاف نحن مرة نمشينا هزينا الحكم. نحن في معركة صعبة مختلة، كل واحد فينا قاعد يقاوم في دومانه بطاقاته برؤيته، والحل في مواصلة المقاومة. نحن كسمينا روحنا مجموعة تقاوم، سميناها على الحاجة هذه بالذات، على اليوم يلزمك تقاوم، ما تنجمش تعمل حاجة أخرى بخلاف أنك تقاوم. وهالمقاومات هالبؤر نتاع المقاومات هذا يلزم تتلم 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 مع بعضها باش تنجم تفعل حاجة. حتى في بلاد يبدأ مستعمر يمر بالمرحلة ذيك يعمل جيوب متاع مقاومة من الأول، ساعات يبدأوا مش منسقين ما بينات بعضهم أصل، وبشوية بشوية المقاومة ذيك تقوى وقت اللي تولي موحدة وتولي عندها برشا ناس ما عادش اسمها مقاومة ولا اسمها جيش تحرير، وتولي فهمتني معناها الحاجة الذخرة أنا كيفاش نشبه الوضع. نفس التشبيه تستعمل في البانل اللي قبله في كونتكست آخر تماما أنا ضده تماما، هذه متاع الديمقراطية الانتقالية ما عليناش فيها، لكن مش نستعمل الوضع توه
كيما باش تحط شجره يلزمك تختار البذره الافكار لازمها واضحه البذره لازمها تنبت البوصله لازمها صحيح تختار البذره بالباهي بالباهي ويلزمك تعرف روحك وين قاعد تحط التراب اللي تحط فيه راك قاعد تزرع فيها في تونس ماكش تزرع فيها لا في مصر ولا في فرنسا ولا في روسيا ولا في الصين عارف تربتك عارف بذرتك زعما الصبر كي تحطها في التراب ماشي باش تنور راهي بنغدو اسمك تصبر عليها لين تطلع وتبدا تسقي وتبدا تجذب وتطلع لك معوج وتستويها وتحط لها عود ويطلع لك غصن زايد وتقصه انا نشوف الوضع كيما نكيك مقاومه وبني البديل كيما الشجره باش تبداه ازيرو وتبدا الناس كل فهمت نتساهم فيه دونك هذا بشكل عام. ليلى وائل متفائل رغم صعوبه الموقف ورغم قتامه المشهد لكنه ختم معناها بنوت هكا بوزيتيف شوية متفائل يعني هل توجد تيرينا هو الرأي؟ أنا شو أقول أنا أقول الغضب الساطع إيت وأنا كل إيمان إلى أبعد الحدود علاش خاطر قبيلة الأستاذ حكي على الحركات الاحتجاجية وعلى الحركات المطلبية لكن زادة فما حركات صامتة نجم ناخذ مثلا الحركة متاع الزريعة الحركة متاع الزريعة متاع الزريعة العربي معنى استرجاع الزريعة وإعادة استعمالها وإعادة تكثيرها وتوزيعها ما بين الفلاحة اللي هي حاجة ديترمينانت راهي بالنسبة للسيادة الغذائية متاعنا حاجة ديترمينانت وباش تطلب برشا وقت باش تعاود تتبني لكن بلاش بها ما تنجمش تبني سيادة الحركة هذية قائمة ومكثفة إلى درجة أنه الفلاحة وحدهم عملوا رزوات ومبدأوا يبدلوا ويجربوا ويقدوا وندرشنية وربطوا مع فلاحة أخرين في الجزائر معناها فما اون ديناميك كي ديباس دو لوان المتوقع راهو زريعة خمسة ولا ست سنين تالي تحد ما كان يحكي عليها اليوم عندك حفلات متاع زريعة يعملوا من الفلاحة وحدهم دونك هذا مثال نجم نعطي مثال آخر فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثلا فما المنظومة متاع السلطة المهيمنة متاع شركات الأهلية اللي حكيت عليها معناها المنظومة المسكرة الفريمان كونترينيانت متاع السلطة تفرض عن طريق الوالي واحد لكن زادة من الشيرة الأخرى عندك مجامع نسائية قامت قاعدة تلمت الفلاحة دارت جابوا تلموا النساء مشاو للفلاحة قالوا لهم اخدموا لنا القمح العربي احنا نخدموا من عندكم القمح العربي ونخدموا الكسكسي على رواحنا ووصلوا حتى انهم صنعوا مشاو للحداد وصنعوا الماتريال نتاعهم باش تولي تقعد على كرسي كيما نتاع معناها كرسي مرتاح والقصعة نتاعها قدامها وتخدم على خدمة النجار وخدمة سا سومي اون بلاس بسيف كريها من كريها وحبة من أحبك وماناش وحدنا في العالم عخاطر الفلسفة هذية ماناش وحدنا في تونس حاملينها لابروف كيف صارت في تونس 2010-2011 الهبة والانطلاقة توسعت الشرارة ما قعدتش كان في تونس انطلقت في مصر وفي 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 وبدأت والتوا متواصلة ماناش وحدنا في العالم العالم طالب التغيير احنا مانا إلا هكا في وسط كونتكست بارتيكولي لازمنا نلقاو المخارج الواقعيه من واقعنا باش نجاوبوا على هذا اللي جاي الكل من ناحيه ونتفاعلوا زادا مع هالمد العالمي معناها الحركه نتاع المناخ مثلا الحركه نتاع الفلاحه العالميه الحركه نتاع الفلاحه راهي عظيمه وكبيره ياسر في تونس مازلنا ما مانيش مستوعبينها مانيش الفلاح التونسي ماهوش ما في بالوش اللي راهو إليا اوتون دو بيزون اورغانيزي في منظمات كبيره فيها ملايين و و و مازال اما مشي يجي نهار ويعرف واحنا في فتره تاريخيه اللي الليميت طاحوا الميت بتاع الليبراليزم طاح اليوم الناس الكل تعرف الكره الارضيه مش قادره انها توفر هكا الكرواسون سانفيني اسمع معناها ما تسكر الباب هذاك فما بيبان تسكرت البديل قاعد ياخذ في مناهج جديده في فما فلسفه جديده نتاع انه اولا البشريه يلزمها تركز على كل منطقه اكتفائها الذاتي من مواردها المحليه اولا خاطر هذاك اصل الصمود وانها تنقص من الاستهلاك وهذا باش تلقاه في حتى في الدول المتقدمه لكن في دي كونتكست دي انفيرونمون مختلفين اللي في السلطه ماهمش اللي في السلطه يحكيوا في الشيء هذا لكن نهار من نهارات باش تبدا تتقلب هالامور هذيا معناها يلفو كو نو احنا يلزمنا نقوموا بدورنا
في هالتغيير هذايا، وعندنا فرصة تاريخية بحكم الفترة التاريخية اللي احنا عايشينها وبحكم المنطقة الجغرافية اللي احنا فيها والكريز الكبيرة اللي احنا فيها. في الشينوا كلمة كريز متكونة من زوز تصاور يعبروا على زوز حاجات، أزمة عفوا خطر وفرصة. كلمة كريز هي الخطر وهي الفرصة في نفس الوقت. احنا كل ما نعيش كريز يلزمنا نعتبروها انها فرصة ونخرج من 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 وين المسطر لينا بقد ما نجم، و بروغريسيفمون اون فا اكوميلي حتى لين بون. جوست حاجة بركة على المستوى التعبير السياسي لهذا الكل، انا ما نتوقعش ان التعبير السياسي هذايا باش تخرج هكا من عبد انفلونسور والا من مجموعه هكا باش تتلم وتقول هيا باش نعملوا ارضيه سياسيه، ولا لازمها برشا 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 خدمه في التيران. دوك اللي قدامنا جاي برشا خدمه في التيران مع المعنيين، هما اللي بطريقه او باخرى باش يعطيوا الخطوط الاولى نتاع البدائل، باش يعطيوا حتى الخطاب. مولا ما كي نحكي على السياده الغذائيه برشا ناس يقولوا لي تعرف انت كي تتكلم على الفلاحه نفهموك، الكلام اللي يقولوا على الفلاحه ماهوش كلام خبراء، كلام الفلاحه، خاطر عديت يسر 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 وقت مع الفلاحه. الفلاح يعرف الاشكاليات ويعرف الحلول ويعرف شنو اللي لازم يتبدل في المنظومه باش هو وضعيته تتحسن ويولي ينجم يعملها. احنا مطالبين ان نقوموا بك الدور هذاك نتاع الربط ما بين القضايا، نتاع الربط ما بين الاكاديميك والنضال الميداني، الربط ما بين الاعلام والمعلم هكا لو طرافاي ذاك اي سا دوموند بوكو بوكو دو طرافاي. ذاك علاش احنا ديما نقولوا راهو يلزمنا نخدموا مع بعضنا حتى اذا كان فما اختلافات في حاجات هكا جانبيه، اما اذا كان حاملين لفكره التغيير راه ما عندناش حل، يلزمنا نخدموا مع بعضنا بطريقه او باخرى. شكرا ليلى يعطيك الصحه. معلش كان فما شكون يحب يسال او وليد ناخذ من اوكي حمادي يا وليد. باش يكون موجه للأستاذ منير مش في شخصك، معناها أصدقائي ديجا برشا خدموا معاك وكلهم يشهدوا لك اللي أنت أكاديمي مناضل، لكن أنت كهونيك ممثل تقريبا للجامعة والحقل الأكاديمي نوعا ما، أو تنجم تحكي عليه بطريقة أو بأخرى. وأنت بقري في المات وما نعملش في الرشاش، لا علينا حسين، ما نعتبرش روحي غادي. باش نقول يا مالك ربي هديك. باه، فما اشكال كبير في الجامعه التونسيه اللي قاعدين نحسوا اللي مفهم شيء. بوريزومي مثلا توا في حتى في الكونتروفيرس اللي صايره توا، الكونتروفيرس صايره توا بين ليلى ووائل، ليلى عامله اركتكتور ووائل عامل انجلي. الكتابات اللي قاعده تكتب في تونس مثلا شدنا مثلا حكايه الاقتصاد، موضوع الاقتصاد السياسي، الناس الكل شابة في نفس الاتجاه ليبرال وكل شيء. حتى كان حلو بار اكزومبل اللي سوبوزي ناس تقدم، خايب الكلمة، ناس راديكاليين نوعا ما شوية خبراء الاتحاد، كي تقرأ البرنامج متاعهم الإصلاحي بين ظفرين لا يختلفوا جوهرين عن البرنامج الإصلاحي متاع الحكومة، حتى خطابهم على صندوق التعويض تقريبا ما يختلفش على بعضه إلى آخره. الكتابات اللي تكتبت في جميع المواضيع، معناها كسوا في الاقتصاد السياسي، في حتى في نقد الخطاب الإعلامي، في برشا مواضيع أخرى إلى آخره، الناس اللي قاعدة تحاول تنتج في أفكار وكل شيء لا علاقة لها بالحقل الأكاديمي، أغلبهم وأغلبهن اللي إنجنيور اللي كذا اللي معناها، وأغلبهم ناس معناها أطفال شوارع متاع من 2011 وانت طالع ولا انت قبل، معناها كل شيء، معناها الناس اللي تلقاهم في نفس الوقت اللوطة نهار كامل في الشوارع، وتلقاهم في نفس الوقت يلوجوا ويبحثوا كيحلوا
خاص باش يحكيوا على السياق التونسي ما يلقاو حتى شيء. واكثر واكثر القراءات معناها تولي يتم الاستناد عليها هي نتاع اكاديميين هاو فرنسيس هاو امريكان هاو كذا، ولكن حاجه ما يقعدوش في الديسكريبتيف يغوصوا يعطيك ثنية وتصير دي كونتروفيرس ما بيناتهم وتصير عارك ما بيناتهم، وحاجة أخرى يعلنوا عن انتمائهم الفكري والسياسي. معناها أنت جريبر يقول لك أنا رشيست، معناها يقول لك شيوعي، ما يحشمش منها، معناها مش قادر في أكاديميين لتوانسة ينجموا يقولوا غادي. معناها وحتى معناها تو النقابة التعليم العالي مشيت مع جماعة الطبوبي، يعني معناها إلى متى أو فماشي حول أو فماشي بديل داخل الجامعة التونسية يعطيونا، معناها إلى متى باش نقعدوا احنا في كل شيء معناها ونكسروا في ريوسنا وحدنا كل شيء؟ هل الجامعة التونسية تنجمش تعطينا حويجة معناها فماشي أو فماشي أمل نهار من نهارات تعطينا حويجة؟ شكرا وليد. حمادي التحق يا حمادي بالمنصة. جواهر أوكي وائل انا مع قيس سعيد ومانيش مهبول. مع كامل احتراماتي ليلك معناها فترة كلمة ما تقالش معناها سامحني الله غالب خاطر مانيش مهبول معناها ايه خاطر هزيتي دايك كي انتي قلتها دونك واضحة معناها ونعرفش لحكاية البدائل ديما انا عندي مشكلة صغيرة هو علاش يلزم يكون عنا بدائل في حد ذاته معناها خاطرني نعتقد انه البدائل هي افراز اجتماعي معناها ما تنجمش تجي من فوق تقول راهو انا عندي بديل والتجارب اللي كانت من الشكل هذايل كلها فشلت يعني كسوة كانت كبيرة وإلا كانت صغيرة معناها أنا ما نعتقدش أنه يلزم نفكر في بديل بقدر ما يلزم نفكر في احتجاج أكثر يعني أنه نحتاج وتكون أسهل وأحسن وخير من أنه نفكر في بديل خاطر العباد احتجت على قيس سعيد واحتجت على المشيشي واحتجت على النهضة واحتجت على كل شيء لكن البديل هزو قيس سعيد اللي هو ما حكيش على بديل عمره ما جي قال لي عندي البديل الفلاني ونحب نمد للناس بديل فلاني ولا اي حاجه من هذاك جامي هو جي قال الشعب يريد السلام عليكم السلام عليكم الدستور مكتوب على الجدران وتفعتيهم بعد كي جات العباد قال قيس سعيد هو البديل بينما الناس اللي حياتها عمرها تقدم في بديل وتطلع في التلفزيون البديل ولا فيمي والايكونومي ودرا شنو واحد والاقتصاد الاجتماعي والتضامن وذوكم كل في الاخر ما مشي معهم حد باش هما ياخذوا بديل الحاجة الثانية هو في علاقة بالفما ديما فكر سياسي هو اللي يقدم بديل يعني أكثرية هو الفكر الشيوعي الفكر القومي ولا يعني اللي هما أكثر فكر شيوعي اللي هو يعتمد على آليات تحليل للواقع يعتقد أني علمية أو هما على الأقل يعتقدوا أن هي علمية ويجيبوا من خلالها بدائل للموجود لكن تو أظهر الفكر الشيوعي الاشتراكي بنتي انه فما دي ليميت اللي هو يعني علاش نحب نسالك انت ديريكت ما هل انكم فكرتوا في انه يكون فما بدائل في وسط الايديولوجيا متاعكم لتحليل الواقع لانه مثلا سمير امين في حد ذاته يقول لك ان الماركسيه ولا الشيوعيه الماركسيه هو يقول مش شيوعيه في حد ذاتها يلزمها تخضع للنقد باش تطور من ذاتها هل انكم انتوما عملتوا شيء ذايا لأنه بس نوصلوا البدائل يلزم زيادة توما تشوفوا بدائل في وسط الايديولوجيا متاعكم اللي توما تفكروا به كهو. شكرا حمادي نعرفش جواهر نختمو أوكي جواهر راي سعينا باش نشكركم أنا ما عندي سؤال الحق عندي إشادة وإضافة أنا كنت قلقة وخطر الوقت طويل برشا والحصة الثانية لتو ما بديتش لكن بيزارمون معناها سمعت معناها المداخلات الكل معناها وحصلت لي الإفادة وكنت بطريقة غريبة متكاملين رغم عندكم معناها برشا اختلافات أما كلامكم كان فيه تكامل معناها يعطيكم الصحة على
على المداخلات ويعطيك صحة على الأسئلة البرتينونت، وخاصة فما حاجة مهمة اللي هي الأمل. معناه مداخلتكم عطات الأمل معناها في البديل، لأنه فما معناها البدائل اتطرحت وتفصلت معناها من العام إلى الخاص، وخاصة معناها نرجع لكلام ليلى إنه عشت أنا برشا لحظات متاع تغيير في العشرتين الأخيرين معناها، وقبل الثورة قد يعني قبل رحيل، وإحنا في لحظة 17 ديسمبر تو اللي هي لحظة معناها مش انتخاباتك، هاوي لحظة كبيرة ياسر، ما كانش فما زخم شعبي واحتجاجات، وفاجأنا معناها فاجأنا ونحن فاعلين سياسيين، وفاجأنا الشعب التونسي معناها بك الخروج وبك الهبة هذيك. كيف اليوم مهما كان فما، ما نعرفش منيش باش نسمي حتى اسم على جال قناتكم، مهما كان فما ناس تافهين في الميديا، مهما كان فما معناها تفاهة على المنصات متاع انستغرام تيك توك وغيره، هذيك ما تقدمش التفاهة هذيك، حتى كانها طاغية ما تقدمش إجابات للمشاكل متاع الواقع، وما تقدمش إجابات للمشاكل متاع الشعب التونسي. يعني تنجم يتبعها باش يتفرهد، باش يرتاح، باش يضحك، باش اي سبب كان، لكن مش تقدم له اجابات حقيقيه على الجوع نتاعو، على البطاله نتاعو، على الفقر نتاعو، وهذاك راهو العامل الاساسي والمحدد يعني في لحظات التغيير الكبرى. نتمنوا مش على القريب، ما نتصورش جستيم با معناها بالحق فالسنين هذوما يكون عندنا بديل، على القليله بديل معناها يعبر عليه انا معناها جاهز لاستلام معناها لاستلام الامور معناها بيديه، ويكون هو معناها جاهز كبديل للحكم. لكن نتمنى انه يجهز البديل وقت اللي الشعب يقرر انه لحظه التغيير قد انت. وشكرا. شكرا، يعطيك الصحه جوير. الكلمه اللي مالك، ما شفتكش هزيت يدك مالك، هاي في بسرعه عامله خاطر عطلنا المتداخلين الرئيسيين. جسنا قصيت اللايف، مش مشكله قصيت اللايف. تفضل بإيجاز بالله مالك، تفضل. انا اول حاجه فرحان خاطر شفت ثلاثه سيمونير معناها سوسيولوجي وباحث وصديقنا كان حتى في الجامعة، وكان سند الحقيقة ومواكب تقريبا الحركات الاجتماعية الكل والحركات الشبابية، وديما يحل مجال النقاش. وائل صديقي اللدود ورفيقي اللدود زادة، كنت معه في تجربة، وبصراحة معناها نحيي فيه إيمانه وإصراره. وليلى معناها تمثل معناها جزء من نجاح الشباب اللي نعتبره جيد، وتصورات جديدة في علاقة بالسيادة الغذائية والطاقات البديلة وكل ما قراءة بديلة وصل البديل. فهذا الجانب المشرق من الحكاية. الجانب الآخر بتاع الحكاية هو معناها تقريبا نعود في نفس السؤال بنفس القراءات، حتى كتاب القراءات قريبا أنا وجوهر كنا ننبر نقوله معناها كأنه ثمن بلوكاج، معناها كأنه معناها حكاية اليسار دي ما حاجته بزعيم، حتى وقت تكون معناها الأمور كيف كيف وتقرب لبعضها تحف نفس المشاكل بتاع جيل اللي قبلنا. حتى سيمونير أشار لها ولو معناها بطريقة مرحة وذكية شوي، قرر مش شعلة للمواد اللي انت ماشي البرسبكتيف كله تقريبا نفس الخطاب، وفين توحيد الجهود معناها البديل حاجته بتوحيد. الفكرة الثانية زادا نحب المرحرة والسخر يا صاحبي، أي من الفكرة الثانية أنه سيمونير قال أنا راو قلت الشباب عمل ثورة ماذا يريد، وشباب أبدع وأراد النفس. راو ساعات كي تخدم وتبدأ في تيران يجي لك حدوث، تحس بحدث معناها خاصة العناوين يكون حدوث. وائل حكي اليوم على قاوم وحزب العمال الكلام حكي على البديل الثوري، معناها مسألة البدائل هذه راو معناها في الفكر اليساري توري حتى كما كان يحكي حماتي. الحاجة الثانية اللي باش نحكيها هي لصديقي لدود زادة وعزيزي وليد، راو استغرابك من انه الجامعة محافظة وانه الجامعة لا تبحث، ما انا نستغرب من الاستغراب. الجامعة طول عمرها محافظة، مراكز البحث مع استثناء الفترة الذهبية بتاع سيريس في التأسيس اللي نعتبرها معناها مهمة، وكتابات معناها تدربنا عليها وبعد تراجع لسبب من الأسباب. كلكم تعرف الصورة الشهيرة بتاع مركز سيريس اللي كان موجود في واحدة من وشنية قدامه، كلكم تعرفوها التصويرة كيفش ولت نصبة معناها المقر التاريخي بتاع سيريس وكيفش قدامه ولو نصبين. الجزء الثاني انه على الأقل الجيل الشاب بتاع العلوم الاجتماعية مثلا قاعد يلوش أصدقائنا في فريدريشي بيرت ما عندهمش جمعتين خدموا روشيرش. حمادي والجانب الغير معروف على حمادي عنده أقل من جامعة بترشيرش على العلاقة بين العلوم الاجتماعية والصحافة، اللي هو تقريبا في جزء كبير من الإجابة على سؤالك وين العلوم الاجتماعية وين الصحافة.
مثلا باحثين في بدايه كاريرهم البحثي كيف ولا كيف حمادي ما عندهمش المجال والاكسبيليتي انهم يكتبوا في مجلات علميه بين قوسين رغم انهم يحاولوا. اما حمادي مثلا سلط الضوء على جزء كبير من السؤال اللي جاوبتك اللي سالت انت قراء والعباد والطلبه بتاع العلوم الاجتماعيه والعلوم الانسانيه يهربوا في جزء منها من الصحافه. الصحافه نحكوا عليها هي نواه هذا البديل معنا البديل على الجامعات المغلقه والاكاديميه وكذا وكذا اللي المسكر داير. انت قلت انا نمشي للجامعه نقري ونروح معنا جاوبت روح معنا انت تعرف اللي هو مكان بتاع برجوازيه ثقافيه افنديه تي مش مشكله لك تكتب معنا انا قابلينك نورمال نحن راهو معنا عندنا صدر رحب ثم حتى مزي فمعنا ما هذه الاجابه معنا حتى اليوم الفكره بتاع نواه راه مش بالضروره الكتابات مازالت كتابات اكاديميه صارمه لازمها تكون في مجلات علميه ولازم الجامعه هي اللي تنتج لا حتى الكتابات ننجا تورا كتابات للتاريخ وكتابات نجم تصور وكا هو وعذرا على الاطاله وحيل الكلمه للرفيق مرحبا شكرا مالك يعطيك الصحه يعطيكم الصحه الناس الكل باهي نفسح المجال باش يجاوبوا المتدخلين نعرفش شكون لا موجود يعني شكرا على التفاعل يعني نحاول ما نطولش ولكن السؤال بتاع وليد مهم ولذلك معناها باش نجاوب عليه في ثلاثة واربع نقاط بشكل سريع شوي. النقطة الأولى خاصة شوي حمادي هذاك يعني وقعت له معنى وقع له باساج خايب شوي في حياته وقرأ عندي ومن بعد سجل معايا في الماستر علم اجتماع وما كملش. والمثال هذا متاع أنه واحد يسجل وما يكملش أنا النجم نعطي عليه بين قوسين في الأورديناتور متاعي عامل فايل مسميه انكادرمون في وسطه ترافو ديليسي وصلت عندي توا 37 ترافاي ديليسي بين تيز وماستر. أنا نفهم أنه واحد كيما حمادي مثلا يلقى اللي الإطار الجامعي إطار تخي كونتخنيا رغم اللي هو باش يخدم معايا وهو ينجم يشهد اللي معناها في الأغلب نتعامل مش مع الناس الكل ولكن مع طلبة محددين نتعامل معهم بنمط أقرب إلى الصداقة منه لأي شيء آخر وحكاية الحوار والكذا. فالإطار ضغط واحد. اثنين أن الجامعة ويمكن مش نناقشك شوية في الأمثلة اللي اعطيتها الجامعة معروفة الجامعات العالم الكل تقريبا محافظة بما في ذلك الجامعات اللي فيها نماذج تحب نذكر الأساتذة ولا المنظرين ولا المفكرين اللي تعرضوا للضغوط في جامعاتهم وهما يظهروا للناس على أساس أنهم يعلنوا اللي هما شقلت انت اناركين والا كذا الى اخره نجم نذكر وامثله لا تعد ولا تحصى. هو يعلن عن هويته السياسيه مش ولا يعلن عن الهويه السياسيه للجامعه. الجامعه جامعه محافظه بطبيعتها هو يعلن بطرق مختلفه حتى انا اعتقد اني اعلن بطرق مختلفه. يعني انا ناكد لك انه فما احتمال يعني في حدود 80% أنه أغلب الناس اللي نعرفهم الجامعة يرفضون أنه يأتوا إلى هنا أصلا من ما تفكرش في شنو باش يقول ما يجيش أصلا. ولكن لاحظ أنه في نفس الوقت أيضا أنا مثلا مش باش نحكي على روحي على خاطر نحكي على روحي على خاطر نعرف المثال بالباهي أنا وجهه لي الشباب في ولاد جبل وكانت عندهم مواجهات كبيرة ياسر مع الواحد في علاقة بالقضايا متاع الفلاحين وكذا إلى آخره. وجهوا لي دعوة ومشيت وعملنا ندوة في القهوة في الكياس فما شكون يقبل فما شكون ما يقبلش مش بطولة ولا شيء. يعني كيفاش تتصور باش نكمل فكرتين أخرين. الفكرة الأولى أنه في الحقيقة الأساتذة اللي قريوا في الجامعة التونسية في العلوم الإنسانية والاجتماعية أساساً موجودين في الكثير من المواقع اللي يحاولوا فيها باش يفكروا مع الناس ومش بالضرورة بمعنى الالتزام المفتوح اللي يمكن تفكر فيه انت ولا يفكروا فيه ناس اخرين ولكن موجودين مع الناس. خذ القائمات متاع الناس اللي كتبوا مع الفوروم مثلا فوروم تونيزيان دي دروا ايكونوميك سوسيو تاع
تلقى جميعين معروفين وبسميهم وكذا الخير به يكتبوا زيادة في بعض المجالات بعض الجرائد الخير. أنا وصلت مرة أني وهذا نص منشور دعيت فيه إلى جبهة سميتها أنا جبهة واسعة من المناضلين والمفكرين والباحثين والأساتذة الجامعيين، وأنا هذا اعتقادي، وبين قوسين أنا موجود في جملة من المؤسسات من بينهم المجلس العربي للعلوم الاجتماعية اللي يرى أنه الإنتاج الأكاديمي ما يخوض الشكل الإنتاج الأكاديمي التقليدي المعروف فقط، ما هوش رسائل دكتورة فقط وما هوش مذكرات ماجستير فقط، هو أيضا هل هل هالمقالات اللي تتعمل بشكل أنها فيها أفكار فيها دفاع على أفكار وفيها توثيق ولكنها ما تاخذ الشكل الأكاديمي الصارم، وتنجم تخرج في مجلات، نجم تخرج في جرائد، نجم تخرج في أنا مثلا ممكن ياسر أنه بعد الحديث هذا ممكن يخطر لي أني نكتب نص وننشره، وهذاك يدخل أيضا في ما نسميه المسؤولية المدنية والمجتمعية للباحث الأكاديمي. ولكن من ناحية الأخرى التصوير هذا متاع أنه أنت مثلا مش على خاطرك أنت أنت قلت مثال وكذا أنك تفكر في المات أنك تمشي تقاري أربع حروف مات وبعد تمشي تروح تعمل حاجة أخرى، أنا في اعتقادي أنت مدعو أنك تراجع فكرتك على المات. إيش معناها مات في المجتمع؟ مش ممكن باش يكون علم ما عندوش دور في المجتمع، مش ممكن إذا كان الفكرة متاعك متناسقة حول الأكاديمية والعلم بحد ذاته. نجم وليون فكروا في طريقة أخرى، وإحنا نعرفوا اللي في البداية كي قررونا الحساب مو يقريونا بالأقراص وبالعواد وبالكذا. الفكرة الأولى متاع الرياضيات هي فكرة عملية مربوطة بالحياة اليومية لخير. بعدين خاطرك تدخل الجامعة سمحني في الكلمة يلعبوها لك يهزوك الهكة باش يقولوا ليه راه المات نجم تناقش فيه حاجات أبستريت فقط من غير ربطة بالحياة اليومية، هذا في حديث وفي نقاش. الفكرة الأخيرة هي أنه كما فكرة البدائل تحتاج وقت تحتاج بناء، أيضا فكرة الترابطات ما بين من يمكن أن يسهموا في البدائل، ونأكد أن العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية عندها موقع مركزي في البدائل. في نهاية الأمر الكلام اللي يقول فيه وائل واللي تقول فيه ليلى فيه جوانب كبيرة مربوطة بمعارف ومربوطة بمنظرين ومربوطة بكتب ومربوطة بجامعات ومربوطة بعلوم تتقرر في الجامعات بطرق أو أخرى به. هذا يفرض علينا أنه نعاود ونفكروا من الأول جديد في موقع العلوم الاجتماعية، ولكن هذا زاد يطلب وقت ويطلب جهد ويطلب بناء ترابطات اللي ممكن ما تظهر لناش تو، ولكن البذور متاح أنا في اعتقادي موجودة. ومالك أعطى بعض المعلومات مش لازمش نعاوده. شكرا. شكرا يعطيك الصحة أستاذ وائل. أي تعبناهم اللي قاعدوا يسمعوا فينا، ما نش نش طول عليهم نش نزيد أفكار جديدة، فقط حمادي توجه لي بالاسم من غير اللائق إني ما نتفاعلش معه، وبالتالي فقط بشتفاعل مع ملاحظته فقط. أول حاجة فهمتني معناها أنا نسحب كلمة مهبول إذا كان فهمت هكيك، لأنه أنا ساعة ماك تعرف مانيش ني بوليتيك مون كوريكت، معناها عادي نقول أكثر منك. أما بطبيعة الحال في سياقها فما برشا ناس نعرف انت ماكش تبع في قيس سعيد، فما برشا ناس معناها من ابناء شعبنا اليوم عندهم وهم على قيس سعيد وما زالوا فهمتني معناها يشوفوه بديل وما زالوا يدعموا فيه وغيره، وبطبيعة ما همش مهبلة. السياق اللي حكيت فيه انا سياق سياسي، يعني مجموعات سياسية او تنظيمات سياسية ما زالت ماشية وراء قيس سعيد جنون سياسي، جنون سياسي بكل معايير، الثوري والاصلاحي والانتهازي والبراغماتي وكل شيء. شخصية كقيس سعيد نحكم واحد الناس كل شد صف، ما معناها ما جنون بالحق أن الناس ما زالت تتابع في حاجة كمانك. دونك حبيت أن ندقق في الحاجة. أنا أعتقد أنت قلت نزم نحتج وما نقدموش بدائل وقيس سعيد قدم بديل وركب على الحركة، أنا معك في أنا نحتج نحن الاحتجاجات كل موجودين فيها، لكن نزم نحتج ونقدم بدائل. خاطر الناس كي باش تحتج يقول لك إيه أنت شنو طارح، وفي الاخر انت علاش تحتاج من اصله؟ كان تحتاج باش تحتاج وتروح تحتاج وعندك عندك بديل، علما انه قيس سعيد ما قدمش بديل. قيس سعيد هي المنظومه مازالت رابحه، مازلنا نحن 10 بلاش، نحن خاسرين هم رابحين، قاعدين يبدلوا كهو ناحي بن علي حط الترويكا ناحي الترويكا حط التوافق ناحي التوافق حط الباجي ناحي الباجي حط الشهاد ناحي الشهاد حط جمعه ناحي حط قيس سعيد ناحي حط بودنو غدوة نجمت ناحي قيس سعيد. مازال هما اللي كبتاعهم قاعد تربح قاعد تجدد في روحها، عندهم قدره انهم ينقزوا من الاخوان الشق الارهابي اللي يطلع يحكي على السلفيه في الجبل، العبير موسي اللي تقول نحط الاخوان في الحبس
لكنهم نفس المنظومة ونفس السيستم. نحن في بعضهم، هم الكل ذكم في بعضهم، ما همش بديل، وهوك علاش ما يحقوش الاستقرار. احنا نقدموا بديل، هنا نتفق معك في الجانب الاخر من 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 الملاحظه نتاعك، انه فعلا البديل ما هيش حاجه تتعطى من فوق، ما هيش حاجه وصفه سحريه. نحن كي نقول البديل نتاعنا الاشتراكيه، نحكي على الافكار الكبرى. راه ما تنجمش انا مثلا شنو نجيبه من فوق، نجيبه من فوق وما نقبلوش وما ناخذه من عند حد حد، وما نمشيش في بديل ما فيهوش عدالة اجتماعي، ما نمشيش في بديل ما فيهوش مساواة، مشيش فيه وما نساومش فيه. بديل فيه صحة بالفلوس، اللي عنده فلوس يداوي، اللي ما عندهش ما يداويش. البديل الذي متاع الليبرالي ما نمشيش فيه، نجيبه من فوق ما نمشيش فيه، ما فيهوش شيء هذا أنا ما نمشيش فيه. لكن البقية، البقية فعلا كما قالت ليلى بالضبط، تخدم في وسط الناس وبالممارسة ومع الناس وبالاستئناس بالناس، هذاك هذاك التفاصيل نتاع البديل. لكن الكاب، لكن التوزيع العادل للثروة، لكن الكرامة، لك الحرية، هل المبادئ العامة اللي تظهر حديث نتاع بكثر ما معناها السياسيين عاودوا ولا ما عادش عنده معنى، لك في الاخر هذاك هو اللي عنده معنى، هذاك البديل اللي قاعدين نناضلوا من اجله، هذاك الاصل. كيفاش نحقق كل واحد عنده نظرية؟ أنا عندي نظرية متبناها، ما جبتهاش أنا، ما جبتهاش للناس، فلسفية كبيرة ما زلت موجودة، تتقرب من 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 هارفرد وتمشي تتقرب في العالم الكل، وفي مئات الآلاف متبنينها بشكل أو بآخر. هي الماركسي، هي المادية الجدلية، هي صراع الطبقات، هي أني فما طبقة تملك وفما طبقة اللوطة ما تملكش قاعد تستغل، والطبقة اللوطنية هذه لازمها تثور، ويلزم الوسائل الإنتاج يوليو ملكية جماعية، والدولة لازمها تولي هي تخطط الاقتصاد، مش الاقتصاد مسيب ولا ورأس المال هو اللي خطط الاقتصاد باش يراكم أرباح. هذايا ما جابوش وائل من فوق، ما جابوش حتى لينين، ما جابوش، وحتى ماركس ما جابوش، وجاب من فوق ومن فوق، والناس كل اضافت فيه وطورت فيه، وكل واحد يزيد حوايج كبيره ولا صغيره، مساله نسبيه. انا مع المدرسه هذه، انا امتداد المدرسه هذه، انا تفشى في التاريخ ولكني امتداد، التفشى مع التفشى اللي قبلي والتفشى اللي قبلي والتفشى اللي قبلي والتفشى اللي بعدي والتفشى اللي بعدي، هذاك الخط اللي انا فيه. التفاصيل اللي تحكي عليهم معك يلزم نقد شديد زادة، واللي ما ينقد شراه وما هوش مادي جدلي وما هوش ماركس في روحي، ينقد ذاته وينقد تجربته ما اسمع نفسك كنت حمس اسمك تحبسني راه وصلت الفكرة حمد باش نخدم على علاش لازم يكون عندنا بديل، وهل احتجاج اولى توا اليوم. انا بالنسبه ليا كل شيء لازم يتعمل، لازمنا نحتجوا، لازمنا نضمروا، لازمنا ننظموا، لازمنا نفكروا، لازمنا نتواصلوا، لازمنا نعملوهم الكل، ومش كان احنا اكبر عدد ممكن بما فيهم الطلبه نتاعنا في الجامعه يا وليد، بما فيهم يعني فما ان موفمون جينيرال كي دو سو كونستروير ان فافور دو سو شانجمون اللي لازم يصير. تبقى عليش البديل مهم، فكرة البديل مهم على خاطرنا نتعامل مع منوال. انت عندك موديل اتابلي، كان ما تعطيش دي موديل اخرين ما تنجمش تعاون الناس انه اي نحكي معاك انه يفكروا بطريقة اخرى. نعطيك مثال في البني اليوم في ليكول دارشتكتور وين قري انا، ليتوديان اللي يدخل الضربة الاولى متاع القلم في مخه بوتو بوتر بيتون ارمي، تحكي له حتى حكاية من السنة اولى. ما دام المنوال هذاك قائم والاساتذه ما جابولوش حاجه اخرى، رد بالك رفم الحجر، رفم الطوب، رفم هك، وهذا يعملوا به هك، وهذا يتبدل هك، وراه عندك الطاقه الشمسيه، وراه البدائل، توفر المناويل المختلفه المتاقلمه بطريقه مختلفه، مع علما انه هو الطالب هذايا مطالب انه يفكر في برشا حاجات، مش كان طريقه البني، خاطر فما تشابه كبير ما بين الهندسه المعماريه والاقتصاد. On parle de système construit فيهم. دوك يلزمك يبدأ كبلاد، نقصد يلزمك عندك القدرة انه تتنبت فكر جديد خارج من المناويل المرسومة ولا من منوال المرسوم اللي انت عارفه مضر. ما كامل المضرة هذية يلزمك تلقى لها حلول، ودونك يلزمك تلقى بدائل، وما هوش بديل. معناها الفكرة نتاع البديل نحوصلوها احنا في بديل، اش معناها تقولش علينا احنا باش نجيبو بروجي هكايا نقولو على الطاولة هاو شنو لازم يصير، ما تنجمش. تنجم على ليميت تعمل ان انسومبل دو ميزور ايكونوميك اورجونت، تقول هاو هذايا دايوغ احنا في المنصة كيكا مشينا عملنا انسومبل نتاع
73 ولا 75 إجراء اقتصادي عاجل في الفترة وقتها متاع هذيك متاع 25 جويلية 2021 بوغدير هاي الثنية الأخرى الممكنة شنية الإجراءات الاقتصادية الأولية اللي تنجم تبدأ بيهم ومن بعد تبدا الخدمه اخاطر يفو تو ريكونستروير بما فيه الجامعه وكيفاش تقري في الجامعه بما فيه كيفاش تمارس السياسه معناها هذا كل يزمو يتعاود دونك البديل الدور نتاعو هو انه يكسر قوه المنوال قبل كل شيء. شكرا ليلى شكرا للمتدخلين ثلاثه الحقيقه متعه كبيره باش حكينا اليوم وتلمينا وتبدلنا الافكار يعطيكم الصحة مرة أخرى مرحبا بكم نوايات مفتوحة طبعا ديما نشكر طبعا الحضور اللي مفماش فرق بين اللي الفوق وبين اللي لوطة تفعلنا مع بعضنا كما قلت الانتجراليتي متاع لي دو ديبا باش تلقاوهم على موقع نوايات.org والباش فيسبوك واليوتيوب متاع نوايات نتلقاو قريبا جدا في مواضيع جديدة. شكرا. شباب مازال فما بعض المأكولات اللي يحب يجي يدمق شوية مرحبا